الكيس بتاع الحديد اللي هو المفروض ناخد بالنا منه واحنا بنصمم الفريم سيستم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الشير وول. الشير وول كتعريفه عباره عن هو زي الاعمده بس الدايمنشنز بتاعتها الطول بتاعه التي بتاعته اكبر من 5 امثال الويتس بتاعته العرض تبقى للكود. وبالتالي عندي لو عندي حاجة مثلا 2 متر في 25 سنتي يبقى 25 × 5 يبقى عنده 125، يبقى الطول ده يبقى بتعمل ان هو ده الشير وول وبتعامل معاه على هذا الأساس. طبعا الدايمنشنز بتاعته بتبقى كبيرة خاصة لو انا بقاوم فيه باللاترال لود بتاع الدايمنشنز واضحة بالنسبة له أكبر بكتير من الدايمنشنز بتاعة الإيه الأعمدة. اللود اللي الأحمال اللي بيشيلها الشير وول عندنا 3 أنواع من الأحمال، يا يعني إما أحمال رأسية دي بتبقى نتيجة الويت بتاع البلاطة فلور كفر لايف لود أي حاجة متصلة بالشير وول أو بالول بتاعنا. وفي عندنا لاترال لود بتيجي على ال أوت أوف بلين لو ده المستوى بتاع الول فهي أوت أوف بلين عمودية عليه، ودي بتبقى مثلا لما عندك شير وول زي حاجة زي كده وعندك فيه أحمال ويند بتأثر عليه من الجنب او في الاتجاه العمودي على اتجاه الشير وول ده. فبتبقى عندي هنا بيتعامل معاه كانه بالظبط بلاطه سبورتد من فوق وسبورتد من تحت، والحمل بتاع الويند يتشال في الاتجاه اللي هو الرأسي اللي حاجه زي كده. لو عندك شير وول في الاتجاه ده هنا وهنا كمان يبقى البلاطه دي بتتشال في الاتجاهين افق وراس. التالت حاجه اللي هي الام بلين اللي هو بيشيل اللاترال لود اللي موجوده في الام بلين، وده اللي يهمنا هنا. الام بلين شير او مومنت بيشيل نتيجه اي زي احمال مثلا زلازل او ويند او اي حاجه في الاتجاه الام بلين بتاعه، فبيتعامل معانا بيتعامل هنا في الحاله دي كانه شير وول. اللاترال لود هنا ممكن يكون نتيجه ايرث بريشر برضه لو عندك وول زي الريتيننج وول مثلا في بيزمنت او كده. فاي احمال مهم في الاوت اوف بلين هنا بيتعمل كده بلاطه او وول ريتيننج وول عادي، انما اللي في الاتجاه اللي هو الام بلين ده بيتعامل معاه كانه شير وول. والمومنت بتاعك او كده بيبقى في الاتجاه الطويل ده زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت او كنا بنعمل المره اللي قبل اللي فاتت واحنا بنعمل ديستريبيوشن للفورسز اللي هي في كل دور، بتلاقي ان دايما الشير وول بيشير في الاتجاه الطويل بتاعه، يعني الفورسز اللي موجود عليه نتيجه الزلازل او نتيجه اللاترال لود بتتشال دايما في الاتجاه لما تتوزع من سنتر بوزيشن تتوزع على الالمنت اللي بتقاوم معاك بتشيل دايما في الاتجاه الطويل بتاعه. المهم كل ما تيجي بالنسبه لنا زي ما اتكلمنا مفيد برضو ان عندك الدايمنشنز بتاعت لو عندي ده في عماره مثلا سكنيه او مبنى سكني او مبنى عندي فيه كاميرات واعمده او بلاطات واعمده، كل ما يبقى الانيرشيا بتاعت الكاميرا بالنسبه للانيرشيا بتاعت العمود كل ما تزيد الانيرشيا بتاعت العمود كل ما تزيد تدريجيا بيتسحب المومنت او الفورسز نفسها او الانترنال فورسز تتشال اكتر على العمود. كل ما تزود لو هي من 10 ل 500 ل 1000 دي من 10 ل 500 ل 1000 يعني نسبه الانيرشيا بتاعت او الاستفنس بتاع الكاميرا الاستفنس بتاع العمود للاستفنس بتاع الكاميرا. لما تزود الاستفنس بتاع الكاميرا او العمود بشكل كبير جدا بتلاقي ان المومنت كله او الفورس بتوزع بالكامل المومنت بيتشال على الشير وول بالكامل وبيصبح الموضوع معاك كانه بالظبط كانه بيور كانتليفر. بناء على كده وده لان الدايمنشنز بتاعت الكانتليفر بتاعت الشير وول كبيره جدا بالنسبه للدايمنشنز بتاعت البلاطه او بتاع الكاميرا اللي مرتبطه بيه فبيبقى عندك بنتعامل مع الشير وول دايما كانه بيور كانتليفر. بيور كانتليفر معناه ان انا عندي لما اجي ارسم له النورمال او البيندنج او الشير انا بيبقى عندي زي كانتليفر بالظبط كده متثبت تحت واللاترال لود الاحمال اللي موجوده عليه هي كده. فلو انا عايز دلوقتي ارسم الشير فورس يبقى انا لو بدات من فوق قيمه الشير فورس عند النقطه دي بتساوي قيمه الفورس دي عند النقطه دي قبلها مباشره تساوي نفس القيمه بعديها تزيد معاك الفورس دي اللي هي الرقم اللي موجود الزياده هنا والتن ماشيه ثابته لغايه لما توصل للدور اللي تحتيه وبعدين تبدا تزيد تاني قيمه التانيه وكذا. انا بترسم بالظبط شير فورس اللي هي كانتليفر عليه مجموعه من الكونسلتد لود فيكسد هنا وده الكانتليفر. البندنج مومنت نفس القصه، البندنج مومنت النقطه بيساوي الفورس في المسافه، البندنج مومنت هنا بيساوي الفورس في المسافه دي زائد الفورس دي في المسافه دي وانت نازل وهكذا لغايه الاخر خالص. ده بالنسبه للشير فورس والبيندنج مومنت. النورمال فورس بتجي لك من كل دور بتشوف قيمه الفورس اللي موجوده على الشير وول ده قد ايه وتبدا الفورس بتاعتك تبدا تزيد تدريجيا لما توصل للماكسيمم تحت خالص عند السطح.
يبقى عندي الماكسيمم بالنسبة لنا عند الفيكسد الفيكسيشن بتاعته أو السبورت بتاع الشير وول، ماكسيمم بيندنج وماكسيمم شير وماكسيمم نورمال فورس. لو جينا بالنسبة شفنا الشير وول ريلاتيف بالنسبة للإيه للفريم، الأفضل سيستم فيه الاثنين بيشيروا اللاترال لود، لكن الأفضل فيهم إيه؟ نبص نلاقي على الفريم سيستم والشير وول لو انت استخدمته، بتلاقي ان الشير وول هنا دي علاقه بين الفورس الهوريزونتال فورس والديسبيسمنت او اللي هي اللاترال ديسبيسمنت اللي هيحصل معاك نتيجه الفورس دي. الميل الخط ده بيساوي عباره عن الستيفنس اللي هو بي او الاتش على الدلتا، ده لو انت خدت خط كده يبقى ده عباره عن الاتش ودي الدلتا بتاعته، فالاتش على الدلتا ده يدي لك الستيفنس بتاعت اللمبه. تلاقي هنا الستيفنس بتاع الشير وول اكبر، وده منطقي لانه الدايمنشن بتاعته بيبقى اكبر من الدايمنشن بتاعت الفريم بكبير بكتير، وفي نفس الوقت ان هو بيدي سترينث اعلى برضه لانه الدايمنشن بتاعته اكتر اكبر، وفي نفس الوقت بعد ما بيحصل فيه بلاستيك يعني او بيحصل فيه ان الحديد يوصل لليلد بياخد دكتايل، بيبقى البيبر بتاعه دكتايل بشكل اكبر كتير من الفريم، وبالتالي هو ليه مميزات كتيره عن الفريمات الفريم سيستم اللي موجود معاك. عشان كده لما كل ما تستخدم بقى في عندك عمارات اعلى، كل ما تزود الارتفاع كل ما ترجع تستخدم الشير وول بتاعك يبقى افضل. الفريمات بيبقى ده السيستم الاولاني تبدا بيه لو عندك دايمنشن صغير او ارتفاعات صغير، او ممكن نرجع للشير وول على طول مباشره لو انت ما انتش عايز تحط اي كاميرات ساقطه او مش مسموح لك تحط اي كاميرات ساقطه في المبنى بتاعك. عندنا نوعين من الشير وول، لما تيجي تقسمه بتقسمه بنسبة الرينفورسمنت ريشيو، أو ممكن أقسمه بحسب الارتفاع على اللينس بتاعه، الريشيو بتاعت الهايت على اللينس. لو قلنا بالنسبة للرينفورسمنت ريشيو، الكود بيقول لك إن أنا عندي نوعين من الشير وول، رينفورسد كونكريت شير وول أو بلين كونكريت وول، يعني واحد بيتكلم عن إن هو مسلح والتاني بلين كونكريت. المسلح ده بيبقى نسبة التسليح اللي موجودة فيه أكبر من النسبة اللي الكود بيحددها، أكبر منها وبتساوي نسبة الكود. البلين كونكريت يا إما قطاع من الخرسانة العادية ما فيهوش أي تسليح خالص، أو في تسليح بس التسليح ده أقل من نسبة التسليح اللي الكود بيطلبها. يبقى أنا بحط الحديد اللي فيه بس لمجرد إن هو يقاوم الكراكس اللي تحصل فيه نتيجة الشرينكج، نتيجة الكريب، نتيجة حاجة كده، لكن ما بحطش نسبة تسليح يقاوم البيننج مومنت. في الحالة دي بعتبر ان الشير وول بتاعي عبارة عن بلين كونكريت. وده يمكن لما نرجع ونحن بنحسب الار فاكتور كان عندنا هنا في شير وول بلين كونكريت او رينفورسد كونكريت. فبلين كونكريت مش معناه ان هو ما فيهوش حديد، لا ممكن يكون في حديد ولكن نسبة التسليح بتاعتك اقل من التسليح اللي انت محتاجه طبقا للكود. ممكن نعمل الشير وول برضو على قيمتين، ان انا بحدده على نسبة الهايت على اللينس، الهايت اللي هو التوتال هايت بتاعه بارتفاع المبنى كله او بتاع ارتفاع الشير وول بالكامل، واللينس بتاعه اللي هو التي بتاعت الشير وول. لو الهايت على الشير وول اقل من اتنين، الكود بتاعنا بيقول ان انا الفيلير بتاعه في الحالة دي هيبقى نتيجة الشير، وفي الحالة دي بعتبر بسميه شورت او سكوات شير وول. شورت معناها ان الفيلير مش هيحصل دكتايل فيلير، هيحصل بيت الفيلير نتيجه الشير. لو كان الهايت على اللينس اكبر من 2 او بيساوي 2 اكبر من بيساوي 2، في الحاله دي بيبقى عندي الشير وول بس لونج او سلندر شير وول، وفي الحاله دي بيبقى عندي الشير وول بالفيلير بتاعه بيبقى توقع انه يحصل نتيجه الايه، لو انا حاطط فيه كميه من الحديد كافيه ان يحصل نتيجه الايه اليلدنج او نتيجه الفيلير بتاعنا في الفليكشر يعني، وبالتالي بيبقى الفيلير بتاعه دكتايل فيلير مش بريتر فيلير. لو انت عندك بتتكلم على شير وول انا حاطه في مبنى والشير وول ده 3 متر مثلا قيمته او 4 متر، 4 متر في 2 يبقى عندي 8 متر، 8 متر يعني حوالي 3 ادوار. يبقى انا لو حاطط شير وول في مبنى اكتر من 3 ادوار ده انا ضامن ان هو 4 متر، يعني يبقى عندي في الحاله دي الشير وول بتاعي اكيد هيبقى فيه لونج او سلندر شير وول، يبقى الفيلير بتاعي هيبقى فليكشر فيلير. دي محتاجين احنا نبقى نشيك عليها، لان ساعات بتبقى بتهتم ايه الاليمنت او الفاكتور انت بتبقى خايف منه في الحاله دي. ده طبقا للكود بيقسمها لحوائط ذات منطقيه لدكتايل شير وول لما تكون الاتش بتاعت الوول على اللينس اكبر من او بتساوي 2، ولو رايز شير وول او اللي هي الشورت لما تكون الاتش وول على الوول اقل من 2. في نوع ثالث من الشير وولز اللي هو الكابلنج اللي هو الكابل شير وول. الكابل شير عباره عن حطين، الحتتين دول متربطين ببعض عن طريق كاميرات
الكاميرات دي لها قدرة إنها يعني تقلل العزوم اللي موجود على كل حيطة على الأقل 25%. يعني إيه تقلل؟ يعني لو عندي أدي الحيطة الأولانية وأدي الحيطة التانية، الحيطة التانية مفيش أي اتصال بينهم، بلاقي نتيجة اللاترال لود ده بتولد عليه الفرص اللي موجودة، بتولد عليه بيندنج مومنت تساوي ام واحد، ده بتولد عليه بيندنج مومنت تساوي ام اتنين. لو أنا جيت حطيت هنا سبندرال بيم اللي هي الكاميرا اللي هتربط الاتنين ببعض، الكاميرا دي نتيجة إنها لو فيها دايمنشن حتة كافية فبتروح محولة السيستم بتاعي، هتلاقي إلى جزء منه بيتشال كأنه مومنت ام واحد نيو ام اتنين نيو، قيمة ام واحد نيو ام اتنين نيو بيكونوا أقل من المومنت الأصلي على الأقل ب 25%. يعني ام واحد نيو يكون أقل من ام واحد ب 25% على الأقل، يعني ام واحد نيو ده بيساوي 0.7 أقل من أو بيساوي 0.7 الام واحد الأولاني، والتاني نفس القصة، لأن دي بتتعمل بتشغل الاتنين دول مع بعض كأنه فريم أكشن، بتولد فورسز هنا نتيجة اللاترال لود فورس هنا وهنا، فبيشيل ده كأنه فريم أكشن بيشيل، يبقى المومنت هيتوزع كمومنت دايركت على الـ على الـ على الشير الأولاني وعلى الشير الثاني، ومومنت تاني هيتكون نتيجة الكابلينج نتيجة الانترنال فورس اللي هتكون معاه، فبيتقلل الفورس دي بنسبة على الأقل 25%. يبقى بالحالة دي بعتبر الاتنين دول مرتبطين ببعض، لو اقل من كده بعتبر ان كل واحد لوحده. الفيلير بتاع الشير وول بيبقى شكله ايه؟ شير اما يكون نتيجه التنشن اللي هي الفليكشر فيلير، وده اما بيكون نتيجه ممكن يحصل ييلدنج للحديد في المنطقه بتاعه الماكسيمم بيندنج مومنت اللي تحت، او ممكن يحصل شير مع بيندنج فبنسميه شير تنشن فيلير اللي هو بيحصل نتيجه فليكشر او بعدين يبدا ياخد ميل نتيجه اللي هي الدياجونال نتيجه الشير، فده شير تنشن في او نتيجه لو نتيجه البيننج مومنت يحصل كومبريشن في الخرسانه كراشنج هنا الخرسانه نتيجه كومبريشن ستريس اللي بيتكون عليه. يعني البيننج مومنت بيجي كده بيدي لك هنا كومبريشن ودينا تنشن، لو الحديد ده مش كافي خرسانه تشيل اكتر يبقى يحصل ييلدنج، لو الخرسانه اضعف والحديد اقوى يبقى الخرسانه يحصل لها كراشنج. لو الاثنين كويسين بس انا عندي التسليح اللي انا حاطه ممكن قليل بالنسبه للشير يبقى ممكن يحصل شير فيل. ممكن يحصل للشير وول سلايدنج على الحتت من بعضيها، انا لو حاطط ده عاده بيحصل لو عندك نسبه التسليح ضعيفه جدا او بلين كونكريت ممكن يحصل فيه سلايدنج كده يحصل زي شرايح كده موجوده فيه، او ممكن يحصل اللي هو الشير فيلير خاصه لو كان عندك القطاع بتاعك بيبقى اللي هو السمول شير وول اللي هو الطول بتاعه صغير، فممكن بيبقى عندك شير عالي جدا تحت فالمومنت ضعيف فبيدي لك عادة الفيلير نتيجة الشير، فبيحصل كراكس كده الدياجونال ده اللي بيسبب الفيلير بتاعه. دي شوية أشكال للكراك للفيلير بتاعه اللي هو سلايدنج، ممكن يحصل سلايدنج، ممكن يحصل فليكشر فيلير، ممكن يحصل اللي هي الشير، ممكن يحصل هنا دياجونال كومبريشن فيلير الخرسانة، هي نفس الأشكال اللي فاتت بس يمكن متوزعة شوية بديتيلز أكتر شوية. ممكن بعض الأحيان يحصل فيلير هنا سليبج بين يحصل بين الشير وول والخرسانة الاتنين يفصلوا خالص، بيحصل يلدنج للحديد اللي هو مربط الاثنين دول ببعض بنسميه هنج سلايدنج فيلير. انما يعني المهم ان في الاخر عندنا ثلاثة فيلير اساسيين، الاولاني فليكشر والثاني اللي هو الفليكشر ده نوعين، تنشن نتيجه اليلدنج بتاع الحديد او كومبريشن نتيجه اللي الخرسانه، او الثالث اللي هو الشير. ده اشكال كتير من الاشكال من الفيلير بتاعه الشير وول. ده هنا نتيجه الفليكشر فيلير انت عندك بتلاقي البيندنج مومنت رايح جاي رايح جاي، فبيدي هنا كومبريشن تنشن بيدي هنا كراكس نتيجه التنشن، وبعدين يجي كومبريشن فبيتزود العمليه شويه رايح جاي رايح جاي فيدي لك فيلير في القطاع بتاعك اللي هو تنشن كومبريشن تنشن كومبريشن، فتلاقي التنشن وتلاقي التنشن تاني من ناحيه تاني، ده بيدي لك فيلير، ده بيحصل يلدنج للحديد وبعدين يحصل فيلير بعد كده مع الخرسانه، فده الفليكشر فيلير. في ممكن يحصل كومبريشن فيلير في الحديد في القطاع الخرساني لما يكون اضعف والحديد حاط كميه حديد كبيره، بيحصل ان نتيجه النورمال فورس اللي هو نتيجه البيننج مومنت الحقيقي كده هيبقى هنا كومبريشن عالي مع النورمال فورس اللي كانت عليه، فبيدي لك هنا اهوت الخرسانه مش مستحملاه فيحصل فيها فيلير. والفيلير بيحصل برضه نتيجه الكومبريشن العالي لان بيحصل باكلنج للايه؟ لاسياخ التسليح اللي موجود. ده نفس القصه ممكن يحصل الباكلنج بتاعت نتيجه الكومبريشن فيلير ده اسياخ مش شرط تحت بس ممكن فوق لو المسافات او الاستربس اللي انت حاططها قليله، زي يعني المسافه بين الاستربس كبيره او الاستربس بتاعتك قطعها الدايمتر بتاعه صغير مش مستحمله، او الوصله بتاعت الاستربس بين الاثنين وبين بعضيها دي وصله ضعيفه جدا صغيره مش مدي فيها ال دي بتاعتها، فبالتالي بيحصل فيلير في الوصله نفسها
وبعدين طبعا نفس السيكونس بتاع الفيلير في العمود اللي هي الكومبريشن فيلير فيها، بيحصل الكفر بتاعك بيتنطر الاول، وبعدين بعد كده بيحصل تتقطع الستربس دي او تبقى موضوع زي ما هنا او هنا، وبعدين يحصل بعد كده باكلج لحديد الانفورسمنت اللي موجود ده بالشكل ده كده، وبعد كده يحصل الخرسانه يحصل لها كومبريشن عالي جدا تولد عليها وبتحصل فيها فيلير في الحاله دي. طيب ده الكومبريشن فيلير. برضو نلاحظ ان هي المسافات بين الاستربس بتلعب هنا دور كبير في الموضوع ده، والقفل بتاع الكنه نفسه شكل قفل الكنه ده بيأثر معاك بشكل كبير. ممكن يحصل الشير والباكلينج، بيحصل باكلينج هنا نتيجه برضو الكومبريشن فورس العاليه، خاصه ان الاستربس بتاعتك كانت مسافات صغيره، الدايمنشنز بتاعتك بينها قليله والقفل بتاعها كويس، فنتيجه الكومبريشن فورس اللي موجوده حصل باكلينج للايه للحيطه نفسها، ممكن يحصل تحت او ممكن يحصل مكان بتاع العمود ممكن يحصل فوق زي بالشكل ده كده. وبرضه الاستربس بتاعتك كويسه، المسافات الى حد ما مش قليله، بس واضح ان الاستربس هنا كبيره ضخمه، فالمسافات زادت هنا او سمحوا بزياده المسافات شويه، بس حصل ايه باكلينج للايه للحيطه اللي موجوده معاك. بيحصل باكلينج امتى؟ لما يكون عندك العرض بتاع الحيطه اقل من نسبه معينه، وبالتالي ممكن يحصل لك الباكلينج ده. عشان كده هتلاقي نفسك انك بتحتاج انك عشان تتلافى انواع الانهيار من ضمنهم الباكلينج ده انك تاخده معاك في الاعتبار، فيا اما تزود العرض بتاعه الويتس بتاعته اللي هي بتاعت نتيجه الباكلينج دي تزودها عن تخليه زي شورت زي شورت كولوم كده عشان ما ياخدش تاثير، او ان انا اخد تاثيره وتكون اقل برضو من نسبه من الماكسيمم سلندرنس ريشيو على اساس انها تسيب معاك يعني. هنتكلم عليها دلوقتي الديزاين ده بسرعه يعني. برضه فيلير اللي هو الشير فيلير بقى، تلاقي في نتيجه الزلازل لما الشير الزلزال رايح جاي رايح جاي، فبيتولد هنا شير فيلير على العمود سوري على الحيطه. الشير دايما دايجونال، بيبدا هنا واخد هنا خاصة لو كان عندك زي سكوات بقى اللي هو الطول الصغير ده، لو كان شير وول صغيره فبيحصل فيلير بالشكل ده كده، او هنا هنا حصل فيلير طبعا ده نتيجه زلزال في الاتجاهين. ده لما ده يخليك لما يكون عندك حاجه دياجونال كده مايل، هنا بتلعب دور الشبكه اللي انت بتحطها الحديد الراسي والحديد الافقي، الحديد الراسي والحديد الافقي الاثنين مع بعض بيشتغلوا في الاتجاه، لان بيقطع الافقي بيقطع الشرق والراسي كمان بيقطع الشرق، فالاثنين هنا بتستفيد فيهم ان انت بتقلل او بتقاوم الشروخ اللي هتحصل معاك دي. الفيلر ده ممكن يحصل زي هنا، ده عندك هنا ده بتاعت شير وول بتاع كان محطوط، هو ده البير بتاعت كوبري، الدايمنشن بتاعتها هنا الدايمنشن بتاعت التأتي بتاعتها أكبر بكتير من الارتفاع، ده عبارة عن سمول شير وول، حصل طبعا دياجونال شير بشكل كبير. في حاجة يا شباب؟ فحصل هنا فيلير نتيجة الشير بشكل طبعا واضح جدا فيه. طيب المناطق اللي بيحصل فيها الشير طبقا للكود بيبقى عندك فيه منطقة دايما اللي عندها نتيجة البيندنج مومنت العالي والبيندنج مومنت العالي والشير، والمنطقة اللي هي الكريتيكال بالنسبة لنا بتبقى دايما في المنطقة اللي هي بالأساسات تحت خالص. ارتفاع الحيطة هنا بتاعنا لو كان ده عبارة عن مبنى وده جزء منه اللي هو الشير وول اللي موجود في المبنى ده، فهنا عندنا الاتش بنسميها المنطقه الكريتيكال زون دي، الطول بتاعها بيساوي التوتال هايت بتاع الشير وول مقسوم على 6 او اللينث بتاع الشير وول ايهم الاكبر فيهم، بس بحيث ان انا يبقى ده الاتش كريتيكال، بس بحيث ان الاتش كريتيكال دي ما تزيدش عن 2 اللينس بتاع الايه الشير وول، يعني تكون اقل دي تكون اكبر من او تساوي اتش بتاع الوول على 6 او اللينس بتاع الشير وول، وفي نفس الوقت لو هي كانت اتش وول على 6 اكبر يبقى دي اخواتها معايا، بس الاتش دي الاتش كريتيكال دي ما تزيدش عن 2 اللينس بتاع الشير وول. دي المنطقه اللي تبقى فيها كريتيكال زون بالنسبه لنا، اللي ممكن يحصل فيها الباكلينج، ممكن يحصل فيها الشير فيلير، ممكن يحصل فيها البلاست تينج بتاعتنا اللي هتحصل معاك او الشيء الكراكس اللي موجوده معاك. طيب انا ده بتكلم على اللاترال لود بتاعك. الدايمنشنز بتاعت الشير وول هنا بيقول لك والله في الكريتيكال زون دي
في الكريتيكال زون عندك المنطقه اللي تحت دي السكنس بتاع اللي هو الويتس بتاع الشير وول هنا ما يقلش عن عشر ارتفاع الكارير هايت بتاع الدور. يعني الدور بتاعك الدور بتاعنا مثلا كان عندي هنا الدور الاول الدور الثاني الثالث الرابع، ارتفاع الدور الاولاني ده من هنا من الاساسات لغايه هنا كان مثلا 4 متر، يبقى 4 متر على 10 يديك 40 سنتي، يبقى الشير وول هنا في المنطقه دي في الضوء في المنطقه اللي هي الكريتيكال زون اللي هي اتش على 6 ما تقلش عن 40 سنتي. الاتش هنا اللي هو الكرير هايت بتاع الدور الواحد، مش التوتال هايت بتاع الايه الشير وول. الشير وول ممكن يكون حكي انه يكون الدايمنشن بتاعته ثابته، يبقى انا في الحاله دي العرض بتاعي كله ما يقلش عن اتش على 10. لو كان عندي او ممكن يكون عندي بزود دايمنشنز بي يسميها باوندر ايلمنت، هنا ليه باوندر ايلمنت في الاتجاهين، يبقى في الحاله دي من ناحيتين، يبقى في الحاله دي الباوندر ايلمنت دي السكنس بتاعها او الويتس بتاعها ما يقلش عن اتش على 10 من هنا او من هنا. المنطقه اللي في النص دي ممكن اقلل عن الرقم اللي انا محتاج اقلل عن اتش على 10، مثلا دي عايز محتاج 40 سم ممكن اخليها دي 20 سم جوه ما فيهاش مشكله، بس الباوندر ايلمنت الخارجيه دي ودي ما تقلش عن اتش على 10. طيب لو انت عايز بتكلم على الديزاين بتاع الشير وول، الديزاين بتاع الشير وول قريب جدا من الديزاين بتاع الاعمده، يعني بتبدا دايما في البدايه انا بقول لو عندك احدد ان هو كام شير وول ولا لا، اشوف الدايمنشن التي بتاعته على البي، لو التي اكبر من 5 امثال البي يبقى ده شير وول. طيب هعمل فيه احدد ان كان بريست او ان بريست، بريست او ان بريست انا اشوف والله في عندي بلان، والبلان ده البلان ده مثلا زي كده، البلان هنا انا بتكلم على الاتجاه في اتجاه اكس، هنا في عندي شير وول في اتجاه اكس، يبقى عندي لاترال لود هتشيل في الانيرشيا الكبيره دي، الطول الكبير هتقاوم الفورس دي، يبقى انا بتكلم على الانيرشيا حوالين محور واي اللي هي العموديه على اتجاه الفورس عمالين واي وواي، يبقى الانيرشيا حوالين الواي هنا بتساوي 25 في 200 تكعيب على 12، هنا 25 في 300 تكعيب على 12، فرقم كبير. فانا بقول والله في لو عندي فورس بتاعت الزلازل جايه كده وعندي شير وول في الاتجاهات دي، يبقى انا احتمال ان يكون المبنى بريزد في الاتجاه ده. لو الفورس جايه في الاتجاه ده والشير وولز ما عنديش شير وول في اتجاه الفورس، عندي دي عموديه على الفورس، يبقى في الحاله دي المبنى بتاعتي ده امبريست من البدايه. لو عندي مبنى كده كله فريمات ما فيش اي شير وول فيه، طبقا للكود المبنى ده امبريست، ماشي. فالحاله الوحيده اللي يبقى عندي بريست ان يكون عندي اتجاه الفورس بتقاوم في شير وولز موجوده في اتجاه الفورس او الاتجاه اللي انت بتحسب فيه الباكينج بتاعك. طيب انا عشان احدده ان كانت بريست او ان بريست، بقول والله لو كان عندي المبنى بتاعي فيه شير وولز هجيب الانيرشيا بتاعت الشير وولز دي في الاتجاه بتاعنا بس في اتجاه اكس واتجاه واي. لو في اتجاه اكس هنا اجيب الانيرشيا بتاعت الشير وولز دي في اتجاه اكس واضيفها في رانج سمودرس بتاع الخرسانه، وعندي النورمال فورس بتاعت المبنى وزن المنشا بالكامل، لا والت اتش توتال هايت بتاع المبنى، اعوض في المعادله دي. لو كانت الرقم ده اقل من 0.6 يبقى الفا بتاعتي ده لو كانت عدد الاضلاع اكبر من 4، لو اقل من 0.6 يبقى معنى كده ان المبنى بتاعتي بريست، لو اكبر من 0.6 يبقى المبنى بتاعي ام بريست. لو عندي المبنى بتاعك اقل من 4 فانا بعوض في معادله 0.2 زائد 0.1 لان عدد الادوار نفس القيمه برضه، اطلع من هنا قيمه الفا، لو اقل من الرقم ده يبقى بريست، لو اكبر يبقى ام بريست. والاي اللي انا بدخلها هنا اللي هي الاي بتاعت الايه الشير وولز اللي بتقاوم الحركه بتاعت المبنى بتاعك. بريست يعني معناه انه ممنوع من الحركه الافقيه، المبنى بتاعك هيتندف في مكانه مش هيتحرك. ان بريست يعني المبنى بتاعك هيبقى له حركه افقيه يبدا يتحرك معاك في الاتجاه ده او الاتجاه ده، انما بريست يعني معناه المبنى بتاعك لما تاثر عليه بفورس كده مينلي الحركه بتاعته ضعيفه جدا او هتندف في مكانها مش هتتحرك، مفيش حركه هنا هتحصل معاك. طيب انا حددت كده ان كان بريست او ان بريست، بدخل بعد كده اجيب اللي هو تاني حاجه ابدا اعمل تشيك على الباكلينج بتاعي. طبعا الشير وول مش هيحصل له باكلينج في الاتجاه الطويل ده صعب جدا، ده هيطلع صيف يعني، انما ممكن يحصل له باكلينج زي ما شفنا في الصور في الاتجاه الايه العرض الصغير بتاعه. فيبقى في الحاله دي بحسب اتجاه الباكلينج بتاعي زي العمودة بالظبط، كنت بحسب الكلير هايت اللي هو المسافه بين الدور اللي هو الكلير هايت بتاع كل دور مضروبه في فاكتور، الفاكتور ده بتوقف على الحاله بتاعت الشير وول توب وبوتوم بتاع الشير وول، هو متصل ببلاطه في الاتجاه ده، عرض الشير وول مثلا 30 سنتي، البلاطه هنا كانت 20 يبقى انا بعتبرها دي هنج، لا ده العرض هنا 30 سنتي والبلاطه دي مثلا ليست ب 50 سنتي، يبقى الحاله دي بعتبرها انها فيكسد،
زي الارقام بتاعت الايه، اول نشيل وول ده في اخر، ما فيش حاجه خالص، ما فيش بلاطه هنا، فبعتبرها ده فري. يبقى انا في الحاله دي بنفس الارقام بتاعت الايه، الكود بتاعت الارقام اللي كنت بشتغل عليها في الايه، في الاعمده، بجيب من هنا ده بيزد عليها، بجيب الفاكتور ده اللي سميه الكي. بعد كده بقول ان الاتش، الاتش اللي هي اتش نوت اللي هو الكرير هايت في الفاكتور في الكي، بجيب السلندرنس ريشيو في الاتجاه بتاعنا. طبعا هنا انا بتكلم على العرض الصغير ده، هتجيبها مره على التي ومره على البي، انت بتحسب مرتين. في التي هتقسم على التي هنا، فيبقى لما تيجي تحسب الدلتا بتاعتك اللي هي سكوير في التي، على انت قسمت على التي فبتضرب هنا على التي. طبعا بتقارن لندا الاول بالارقام بتاعتك، هل ده اقل من او بتساوي الارقام معينه، بحيث انك اللي هي الارقام تبقى للكود اللي هنا، وتبدأ تحدد بيها ان كان في حاله البريست او ان بريست. والله لو اقل من 15 وهو بريست، يبقى انا في الحاله دي يبقى انا بهمل تاثير الباكلينج. لو او اقل من 10 في حاله الان بريست، يبقى انا بهمل الباكلينج. اكبر من كده يبقى انا هاخده معايا في الاعتبار. ولو كان الرقم بتاعي هنا في الرايت 30، لو الماكسيمم بتاعي زاد عن الرقم ده، يبقى انا في الحاله دي ما ينفعش، لازم ازود السيكنس بتاع العمود اللي بتاع الحيطه. فكرر الكلام ده في المره في الناحيتين، طبعا تشر مني في الكلام ده انتم متعودين عليه كويس. فاكني بالظبط بعمل تشيك على البن على الباكلينج بتاع العمود. طيب خلاص انا جبت المومنت، لو كان محتاج فيها زياده، محتاج اديشنال مومنت، بحطه معايا في الاعتبار وبدخله على القطاع بتاع الشير وول، يا اما اضيفه للمومنت اللي موجود او نتيجه الفورس لاتر فورس اللي موجوده، او بشوف بقى احول واحد للتاني وابدا اصمم الايه الشيرول بتاعنا. الكود بيقول لك والله ساعات في بعض الاحيان ممكن تلاقي عندك الشيرول بتاعك مش شرط يكون ريكتانجل سيكشن بالكامل، ممكن يكون زي حرف او في اليمنت كده موجوده عليه. فهو بيقول لك والله يبقى الباكلينج لينكس بتاعي هنا بيختلف، او مش بيختلف، الكي بتاعتك بتختلف. الكي بتاعتك هنا بيديها ثلاث ارقام، بيدي الكي بتاعتك بواحد، او معادلة تانية بدي من 1.423 في اتش على ال اف 1 ناقص 1. وده ايه الكي هنا؟ قال لك انك تحسب المسافة اللي هي ال ال المسافة بين التو سبورتس دي، بس بشرط ان سبورت البي بتاعتك عرضها تكون اكبر من 3 التي بتاعت الشيب وول. وبناخد الرقم بتاعنا ال اف ده اللي هو الكلير هايت بين السبورت ده او بين الاليمنت ده والاليمنت ده، وبناخد المسافة اللي بينهم هنا كلير هايت مقسومة على التي بتاعتك. والله لو سوري الهايت بتاع العمود على ال اف بتاعت اللي انا حسبتها دي، لو اقل من واحد يبقى الكي بتاعتك بواحد. لو الاتش على ال اكبر من اتنين، يبقى انت هتحصل الكي بتحسبها من المعادلة دي. لو ال على الاتش على ال اكبر من واحد واقل من اتنين، يبقى انا بدخل في المعادلة دي احسب منها قيمة الكي. الكي ده اللي هو بضربه في الهايت بتاعنا اللي هو الكي الفاكتور اللي هو ده، عشان اجيب منه الافكتيف لينث هنا والتيف هايت بتاع بتاع الشيب. يبقى انا عندي ده الكي، بدل ما احسبه من الجدول ده لو كان مستطيل، لو كان الشيب بتاعنا مستطيل، بدخل على طول اجيب الحاله بتاعتك التوب ايه والبوتوم ايه في حاله البريست او رام بريست. لا هنا بدخل الكي مباشره، بحسب الكي مباشره من المعادله اللي هي بيديها لي هنا. طيب انا حسبت المعادله وجبت ان كان في مومنت اديشنال ولا لا. في حالة الحوائط الشير وول، الأرقام بتاعتك اللي هي المينيمم اللي هي العشرة اللي هو كان بريز وان بريز، عشان أهمل تأثير الباكلينج، هي نفسية بتاعت الأعمدة. بس في حالة الشير وول بيبقى الرقم بتاعك لو وان بريز وان بريز، الأرقام دي أكبر من الأرقام بتاعت الحوائط بتاعت الكولومز. فالارقام بتاعتك هنا بتزيد، بتوصل تاني كده بتتكلم على 30 و23، هنا بتوصل 40 و45 لو غير مقيد. ده البريست، لو امبريست بنوصل 30. التاني في العمود كان امبريست بنوصل بيها 23. هنا ممكن بيزود الايه النسبه بتاعتك، فهنا في الليمت بتاعك بيزيد في حاله الشير وول. الحديد بتاع الشير وول بيبقى عندنا حاجتين. انت بتحط هوريزونتال زي ما شفنا في الدياجونال نتيجة الشير، بحتاج هنا شبكة علوية ورأسية رأسية وأفقية عشان تقاوم الايه الدياجونال كراكس اللي موجود اللي هو الشير بتاعنا. وفي نفس الوقت نتيجة البيننج مومنت اللي هيجي كده، فانت بتحتاج تحط رينفورسمنت
تنشن رينفورسمنت اللي هو الفيرتيكال، يقاوم البيندنج مومنت الموجود او يقاوم التنشن اللي هيحصل نتيجه البيندنج مومنت ده. فهنا في عندنا نوعين من التسليح. تسليح يا اما يكون يرفر رينفورسمنت موزع بالكامل على قطاع الشير وول، او القطاع بتاعنا مركز او الحديد بتاعك مركز في مساحه بسميها الباوندري اليمنت داخل القطاع لو كان القطاع سكن ثابت، او موجود في الاليمنت اللي انا بحطها بره الخارجيه دي اللي هي ازود السكنس بتاعها اللي هي الباوندري اليمنت بتاعتنا. يبقى انا الانفورسمنت يا اما يونيفورم يا اما كونسنتريتد في الباوندري اليمنت، يعني هحط الحديد هنا اعلى بكتير من الحديد اللي هي بين التو باوندري اليمنت دول. نفس القصه هنا، يعني ممكن احط هنا فاي، هنا كان مثلا كل الحديد فاي مثلا 16 من الاول للاخر، هنا لا هحط هنا فاي 25 او فاي 22 واحط الحديد الداخلي ده فاي 12. يبقى انا بحط هنا اقلل الحديد الداخلي وازود الحديد اللي موجود في الاطراف بتاعتي. يبقى انا عندي هنا نوعين من الحديد ده بالنسبه للفيرتيكال رينفورسمنت، يا اما يونيفورم يا اما كونسنتريتد في الاطراف بتاعته. طيب في حديد كمان نتيجه اللي هو الحديد اللي هو موجود ده، لو اتكلمنا بقى على قيم الكود بتاعتنا اللي هو الديستريبيوتد رينفورسمنت، ده في مينيمم رينفورسمنت. ليه مينيمم؟ شروط عشان انا احدد ان كان هيشتغل معايا في البيننج مومنت ولا لا، وبالتالي هيبقى الشي وول بتاعي رينفورسد ولا هيبقى بلين كونكريت. في الحديد بتاعك طبقا للكود المسافات بين الاسياخ اللي هي الفيرتيكال وبعضيها ما تقلش عن ما تزيدش عن 200 مللي 20 سنتي، والمينيمم رينفورسمنت في الاتجاه الراس بتاعك 0.25 البي في ال ال، البي في ال ال ادي البي وادي ال ال طول بعد الدايمنشن بتاعت القطاع بتاع الشي وول، يبقى مينيمم بتاعتها 0.25 والماكسيمم سبيسنج 20 سنتي، والمينيمم فاي بالنسبه للانتيتيونال او الفيرتيكال رينفورسمنت 10 مللي. عاده في الفيرتيكال عاده يعني احنا ما بنقللش الحقيقه، ما بنفضلش ان احنا نقلل عن 12 باتجاه الفيرتيكال، ان الهوريزونتال ممكن ناخده 10 لكن اتجاه الفيرتيكال ما يقلش عن 12. هو الكود مديها ان هو بيشتغل على 10 بس يعني المينيمم بتاعه، بس احنا كحاجه براكتيكال ما بنقللش عن 12. الهوريزونتال رينفورسمنت بتيجي عندك برضو نفس القصه، عندك الحديد الهوريزونتال اللي انت بتحطه هنا اللي هو اللي كان موجود اللي هو بتلف بقى زي الكيانه بتاعتك دي، الحديد ده ما يقلش الدايمتر بتاعه عن 10 ملم، وبرده ما يقلش عن 0.5% في البي اللي هو العرض، في الاس اللي هي السبيسنج اللي في اتجاه الفيرتيكال، السبيسنج اللي هي في اتجاه الراسي، والسبيسنج بين الاسياخ وبعضيها ما تقلش برده اللي هو يعني عندك هوريزونتال بيبقى في اتجاه الراس بتاعك اللي هو دول المسافات اللي موجوده هنا ده الهوريزونتال، فالسبيسنج بينهم اللي هي الاس دي، فهنا الاس اللي هي يبقى المينيمم بتاعك 0.5 في البي اللي هو السكنس بتاعك، في الاس اللي هي الايه في اتجاه اللي هي سنتر لاين او السبيسنج بين الستربس في اتجاه الراس، وماكسيمم سبيسنج برضو 20 سم. لو قال لك بقى كمان حاجه، لو عندك ده انا حطيت الهوريزونتال وحطيت الفيرتيكال، لو عندك الحديد الفيرتيكال اللي انت حطه ازيد من 1% من القطاع، في الحاله دي بحط كنحه بسميها كروس تاي كده او كنحه حبايه، انها كنحه بتربط الاسياخ دي ببعضها. تلاحظ هنا ان هو السيخ اللي هي الكنحه الحبايه دي بتلف بتربط السيخ الافقي بالسيخ الراسي، بتلف حوالين الاثنين وتيجي هنا وتلف حوالين الاثنين هنا، مش بتلف بين الافقي بس او الراسي بس، لا بتربط الاثنين دول ببعضهم على اساس انها تمنع الباكلينج بتاع الحديد الراسي في الاتجاه ده، تقلل لك الباكلينج بتاعه وتربط الهوريزونتال بالفيرتيكال. الكنة بتاعتك دي ما تقلش عن ربع السيخ اللي موجود، لو عندك السيخ الفيرتيكال هو الأكبر يعني ما يقلش عن ربع السيخ ده، وما تقلش نفس الوقت عن 8 مللي، يبقى المينيمم بتاعها هي 8 مللي أما ربع السيخ الأكبر في الاتجاه الطويل. طبعا لو أنت بتتكلم على لو أنت ساوين بتاعي 25 25 مللي، يبقى 25 على 4 على 4 يبقى انت بتتكلم على حوالي يعني 8 مللي تكفيك. اما لو كنت بتتكلم على 32 برضو على 4، لو بتكلم اكتر من 38 في الحاله دي، اكتر من 32 لو صار مثلا فاي 40 او 42، فبالتالي في الحاله دي بتبقى تحتاج ان الكنه بتاعتك تزيد معاك شويه. طبعا الارقام الكبيره بالدايمتر دي بتبقى في الكباري مثلا، انما عاده في المباني العاديه مع اقصانا مش ما بنستخدمش اكتر من 25 مللي. الاستربس اللي انا بحطها الكنن حبايبي بتحطها 4 في المتر، يعني ايه في 4 في المتر؟ بتحط واحده
وبعدين بتيجي المسافة السبيسنج بتاعتهم بتوصل كل مثلا 30 سنتي أو 40 سنتي، بحيث إن أنا عندي المسافة لو خدت متر مسطح كده متر في متر، على الأقل ألاقي فيه أربعة من دول، أربع سياخ، أدي أربع كانت، أدي ألاقي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى أنا مزود هنا عن أربعة. فإحنا عادة بنحط مثلا كل 30 سنتي أو كل 40 سنتي بنحط واحدة ونسيب نسيب أنت تحط مثلا كل سيخين كل مسافتين من هنا، أدي واحد اتنين تلاتة، يبقى أنا كل تلات مسافات أحط واحدة. باجي تحت أروح حاطط واحدة هنا، يبقى أو في النص لو كانت عندي هنا مسافة مسافتين مثلا، يبقى أروح واحدة في النص وأحط واحدة هنا، وبعدين أي في برضه في الصف التحتاني أحط واحدة هنا، بحيث إن يبقى عندي المسافات ستاجرد، يعني ما أحطش كلهم في صف واحد زي هنا، أحط كله في نفس الصف، أو أحط كلهم تحت بعضين يعني، لا أنا بحط واحدة وأسيب الصف اللي هتلاقي هنا فاضية. نعم؟ ما بيسجلهاش. ايوه يا باشمهندس. طيب دي برضو الاشكال اللي هي التسليح بتاعنا اللي موجود ده الهوريزونتال واتجاه الفيرتيكال بتاعنا، ده اتجاه الفيرتيكال ده الريفورسمنت موجود، ودي الكنات اللي انت بتحطها، و الكنات الافقيه اللي هي موجوده هنا اهي، اللي هي اللي بتحط بيها عشان تشغل او تربط الحديد الراسي بالحديد الافقي اللي موجود معاك. الكنه بتلاقي انها مفتوحه مش كنه مقفوله يعني، فكان اساس عمليه التنفيذ نفسها. دي بتحط هنا تلاقي نفسه هو هنا حاطط واحده 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 كلها، يعني انا المفروض ممكن يحط واحده ويسيب واحده ويحط واحده ويسيب واحده، يعني حط دي وساب دي، حط دي وساب اللي بعديها، لما يجي في الصف اللي تحتها ممكن يلغي دي ويحط دي ويلغي دي ويحط دي، وهكذا بحيث ان انا ماشي كده، يبقى دي موجوده دي مش موجوده دي موجوده، افقي دي موجوده دي مش موجوده دي موجوده، الصف اللي هنا دي مش موجوده دي موجوده دي مش موجود، وهكذا. المهم ان يكون عندك في المتر، لو انا خدت متر في اتجاه متر في متر، يكون عندي على الاقل اربع ستيربس يعني. طيب بالنسبه للكونسنتريتد فيرتيكال انفورسمنت، احنا بنحطه في الباوندري المنت، يا اما يكون السكن الثابت وانا بحطه ونوت في منطقه زي كده وكده، او في عندي باوندري المنت موجوده فبركز الحديد بتاعنا هنا، والاثنين دول بيتحط عليهم اشتراطات الاعمده، بحطها بالكامل يعني سبيسنج بين البارس دي وبعضيها، لو زادت مثلا حاطط كده يبقى المسافه من السيخ ده للسيخ ده ما تزيدش عن 30 سم، لو انا زادت يبقى لازم اربط هنا بسيخ تاني، المسافه بين ده وبين ده ما تزيدش عن 25 سم، لو زادت يا اما احط سيخ 25 سم احط سيخ في النص واربطه وهكذا. فبتتراوح في المنطقه دي والمنطقه دي بتعملها كانها منطقه عمود، كل الكومنتات بتاعت الاعمده تحطها عليها هنا. ده بالنسبه للباوند اليمنت. ممكن يكون عندك تقاطع زي في الكور مثلا، اللي عندك فيها تقاطعات بين الرجل بتاعت الكور اللي هنا ومع دي، فالمنطقه دي بتروح حاطط فيها تسليح برضو بتربطه ببعضيه في المنطقه اللي موجوده هنا، ممكن يكون هنا عندك دي، ممكن اخدها كانها شكل حرف تي سكشن كده، واخد التسليح بتاعنا هنا زي كان عمود بالظبط اي ال سكشن، فدي المناطق اللي موجود فيها اللي انا ممكن اركزه فيها. في حالة الكونسنتريتد رينفورسمنت دي الكود بيقول لك ان المينيمم بتاعك 12، في الديستريبيوتد كان بيقول لك 10 المينيمم فيرتيكال رينفورسمنت 12، هو بيقول لك مينيمم تكون اكبر من او بتساوي 12، في اليونيفورم كان بيقول لك اكبر من او بتساوي 10، فدي اول حاجة. تاني حاجة ان في المنطقة بتاعت اللي هي الكريتيكال زون اللي هي الاتش على 6 من تحت، او اللينس بتاعك اللي هم اكبر اتش على 6 او اللينس، في المنطقة دي الحديد بتاعك ما يقلش عن بوينت اللي هو الحديد اللي انت هتحطه هنا ما يقلش عن بوينت 2% من القطاع الخرسان. بعد ما تعدي الكريتيكال زون دي يبقى الكريتيكال المينيمم ريفورس اللي انت بتحطه هنا ما يقلش عن بوينت 1% من القطاع الخرسان. نفس القصه هنا، الحديد اللي انا حطيته هنا ما يقلش عن بوينت 2% في الكريتيكال زون، بعد ما اعدي الكريتيكال زون يبقى ما يقلش عن بوينت 1% من الدايمنشن بتاعي. الكود برضو الحقيقه بيقول لك حاجه، بيقول لك لو انت بتعمل تشيك على الاستريسز وكان عندك الاسترين هنا ازيد من 0.0015، فانت في الحاله دي بيفضل انك تزود دايما تحط فيها الكنات اللي موجوده دي عشان تعمل كونفاينمنت للايه؟ للقطاع بتاعك، تحط فيها حديد وتعمل كونفاينمنت في المنطقه اللي فيها الاسترين العالي. ده بيحصل على مثلا لما كان عندك، ده بيحصل لما يكون عندك بيننج مومنت عالي في المناطق اللي تحت.
طيب ده شكل اللي هو التسليح بتاعنا زي ما اتكلمنا عليه. في طريقتين بقى في الديزاين، احنا الكلام ده كله كويس وظريف واتفرجنا على شكل الفيلير وشكل التسليح بتاعه، انا عايز اصمم قطاع. في عندك حاجتين، اول القطاع بتاعنا لو كان سمول شير وول اللي هو السكوات او السمول ده اللي هو الدايمنشن بتاعته وارتفاعه هايت بتاعه صغير، فبيبقى عليه النورمال فور البيندنج مومنت قليل جدا، بيبقى عاده النورمال فورس اعلى بكتير من البيندنج مومنت. وبالتالي الكود هنا بيقول لك لو هو الكور بتاعك لو المسافه الاي بتاعتك اقل من الاكسنتريس اللي موجود عندك ام وان، لو خدنا الاكسنتريس بتاعته اقل من الكور بتاع القطاع اللي هو الاتش على 6 بتاع، انا مثلا عندي ريكتانجل سيكشن اقل من اتش على 6 الاي بتاعتك، في الحاله دي بعتبر ان القطاع معرض لكمبريشن ستريس بالكامل. وفي الحاله دي بيسمح لي الكود ان انا اصمم القطاع على انه عليه نورمال فورس كانه عليه اكسيال فورس بس. فانت بتدخل هنا في المعادله دي وبيدي لك المعادله طبقا 0.35 اف اس يو في الاي سي في 1 ناقص كي في اتش على 32 تي. الكي معامل بقى بتوقف على طبيعه الايه التوب والبوتوم بتاع الحيطه، هل التوب والبوتوم ده الحائط بتاعتك ده ممنوع من الدوران عند طرفيه احد طرفيه او كليهما، يعني الجزء اللي من فوق البلاطه اللي موجوده فوق دي الدايمنشن بتاعها او الاكبر او من تحت القاعده بتاعتك تمنع الدوران، يعني تمنع الدوران ان انا فيكسد، فيكسد معناها السكنس بتاعها اكبر من السكنس بتاعت الايه الشير وول. اه والله اكبر واحده منهم يبقى ناخد الرقم ده 0.8. لا ده انا عندي بلاطه فوق صغيره وتحت كانت الاساسه بتاعتك صغيره هي كمان ما كانش الدايمنشن بتاعتها قليله اقل من الدايمنشن بتاعت الحيطه، يبقى انا بعتبرها هنش يبقى انا فاخد الرقم بواحد. لا ده انا عاملها فيكسد، عامل تحت فيكسيشن من هنا والحيطه بتاعتي ده عباره عن كانتليفر ما فيش اي حاجه مربطه معاه، يبقى انا بعتبر الرقم ده باتنين وبحطه في المعادله. ده اللي هي البي التيميت اللي هو اقصى حمل يقدر يشيله القطاع. طبعا عندي لو انا حطيت الحمل اللي انا بحطه بطلع منها قيمه الاي، او بطلع بعوض في المعادله دي واطلع منها قيمه الاي بتاعتك بتساوي كام، الاريا والقيمه دي يبقى البي التيميت اللي هو الاقصى حمل يشيله القطاع بيساوي كام، واقارنه بالحمل اللي موجود عليه. او احط لو انا الدايمنشن بتاعتي انا مش عارفها يبقى انا بحط الحمل بتاعي اللي انا حسبته وبطلع منه قيمه الاريا اللي انا محتاجها، كل ده معروفين ما عدا الاريا اللي انا محتاجها دي قد ايه بالظبط. انما عاده في الشير واحنا بنبقى عارفين الدايمنشنز، فانت بتيجي تدخل هنا تعوض بالدايمنشن اف سي وبقيه الارقام اللي موجوده وتشوف الحمل اللي يقدر يشيله القطاع. والله طلع اقل القطاع بالقيمه بتاعتي اكبر من الحمل اللي جاي عليه يبقى اوكي، طلع اقل يبقى انت محتاج تزود الدايمنشنز بتاعتك وترجع تاني نفس الطريقه. هنا بقول لك بنفس القيمه انت في الحاله دي انا مجرد بس نسبه التسليح ما تقلش عن البند اللي هو اللي فات ده اتكلمنا عليها، التسليح بتاعك ما يقلش عن الارقام بتاعتنا اللي قلناها، وفي نفس الوقت سمك الحيط عشان استخدم المعادله دي ما يقلش عن 0.04 من ارتفاع الفعال للحائط اللي هو الافكتيف هايت بتاعك اللي هو في ارتفاع كل دور او طول قطاع الحائط يوم اقل، على الاقل سمك الحائط بقى يحال عن 12 سم. 12 سم احنا عادة برضه الحوائط ما بنلغاش عن 20 سم عادة كحاجة براكتيكال شوية عشان اللي هي التنفيذ نفسه، يعني ارتفاع الحيطة كبير لو مثلا 3 متر 4 متر و12 سم بيبقى عملية التنفيذ بتاعتنا انه يصب خرسانة والكلام فيها بيبقى صعب وممكن تعشش. طيب ده الكلام بتاعنا ده اللي هو عادة يعني بيبقى قليل قوي ان احنا نشوف حيطة الا لو كانت ارتفاع دور واحد مثلا او دورين بالكتير وخلاص. انما في العادة اللي بيحصل دي نسب التسليح اللي انت موجودة لو هو عليه تقريبا بيور كومبريشن يبقى انت بتتكلم على المينيمم بتاعتك 0.4 لو كان اف يلد 240 او اف يلد 400. لو معرض لتنشن يبقى عندي ناحيه الحديد اللي انت بتحطه ناحيه التنشن، لو هاي تنسال 0.15 لو كان ده يبقى 0.25 ده المينيمم بتاعك اللي هو عشان تشتغل المعادله اللي فاتت دي. طيب لو انا عندي القطاع بتاعي عليه قطاع في مبنى 5 6 ادوار 10 ادوار 20 دور عليه بيندنج مومنت عالي والنورمال فورس بتبقى عاده على الشير وول قليله، يبقى في الحاله دي عندي القطاع عليه بيندنج مومنت هنا كبير فيحصل فيلير في نتيجه الفليكشر مش نتيجه النورمال فورس، وبالتالي المعادله دي ما تصلحش ان انا اشتغل بيها. فهنا بنصممه ازاي بقى؟ تصميم السكشن بتاعه بيبقى زي بالظبط تقريبا زي التصميم بتاع العمود، ان انا استخدم نفس السترين كيرف بتاع شكل السترين ديستريبيوشن واطلع منه التنسايل فورس بتاعتك اللي هتاثر معاك على القطاع. تاني حاجه ان زي ما هنشوف دلوقتي ان الديستريبيوتد والكونسيتد فيرتيكال انفورسمنت شال بي كونسيتد. الكود بيقول لك ان انا بستخدم لو انت عندك حديد زي قطاع مثلا
زي القطاع ده هنا مثلا، وانت بتصمم القطاع هتستخدم الحديد اللي هو الحديد الكونسنتريتد ده، والحديد اللي هو الديستريبيوت اللي في النص ده، الحديد ده كله بيشتغل معاك لمقاومة البيننج مومنت. واحنا بنصمم عادة بنهمل ده يعني، لان تأثيره بيبقى ضعيف، انما هو كده بيقول لك انك بتشتغل بيه، بس لما تشتغل بتلاقي ان الفرق مش كبير، وبالتالي بتوفر على نفسك شوية حسابات، فممكن نهمل تأثيره، لانه بيبقى عندك الحديد بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي، الحديد بتاعك اللي هنا الدايمتر بتاعه اقل، لو كان كونسنتريتد بتكلم على الكونسنتريتد بيبقى الدايمتر قليل، وفي نفس الوقت تأثيره لمقاومة البيننج مومنت بتبقى ضعيف، يعني قيمته أقل بكتير من التاني، فبالتالي ممكن نسهل على نفسنا. أما لو كان يونيفورم كله فبنستخدم الحديد بالكامل هو اللي بيقاوم معانا، بنحسبه معانا يعني في مقاومة البيننج مومنت. الفليكشر سترينث أو الشير بتاعت الشير، الفليكشر سترينث أو شير وول ما تقلش عن الأكبر من الكراكنج سترينث بتاعت الوول، يعني أنت بتحسب الإم كراكنج في بعض الأحيان نتيجة الدايمنشن الكبيرة بتاعت الشير وول، لو حسبت الإم كراكنج، الإم كراكنج بتحسبها بتساوي إيه؟ بتساوي الإف سي تي بتساوي الام كراكنج في اي على واي، في واي على اي، ده المعادله بتاعت الاستريس، بتحط الاف التنسايل ستريس بتساوي الاف سي تي ار، ويبقى عندك كل المعادله موجوده ناقص الام كراكنج، فبتحسب الام كراكنج المعادله، الاي بتاعت البي في التي تقريبا على 12، ولو كان ريكتانجل يبقى الواي بتاعتي بتساوي اتش على 2 او تي على 2، يبقى انا اقدر احسب من هنا الام كراكنج. بعض الاحيان نتيجه الدايمنشن الكبيره دي بتساوي الام كراكنج اكبر من المومنت المؤثر على القطاع. لو طلع الام كراكنج اكبر من المومنت المؤثر على القطاع، يبقى اول القطاع ده ما هيشرخ، انت بتصمم على المومنت اللي هو اللي موجود بتاعك اللي انت جالك، والمومنت ده اقل من الام كراكنج، فبتصمم عليه تعتبر ان القطاع بتاعك مشرخ وهكذا. وبعدين لما تيجي الراجل بقى خلاص الشير وول حصل، هيحصل امتى يحصل له كراكنج؟ لما المومنت يكون اكبر من الام كراكنج، والام كراكنج اكبر من المومنت اللي انا مصمم عليه. في الحاله دي بتفاجئ بان اول ما يحصل كراك القطاع مش قادر يستحمل، يحصل له فيلير مباشره. ليه؟ لان المومنت عدى الام كراكنج، وانت مش مصمم على كراكنج، انت مصمم على اقل من الام كراكنج. فعشان كده كنت بقول لك ان الماكس المينيمم بتاعك ما يقلش عن الام كراكنج بتاعك. لو انت حسبت المومنت وحسبت الام وتحسب الام كراكنج بتاع القطاع، الاكبر فيهم هو اللي انت بتصمم عليه، ما ينفعش انك تصمم. بعض الاحيان بنعدي مش ام كراكنج، بنعدي 1.2 الام كراكنج، انا بصمم على مومنت اكبر من الام كراكنج ب 20%، بحيث ان انا اضمن ان لو حصل القطاع ده شرف وصل المومنت عليه اكبر من ام كراكنج، ما يحصلليش فيلير في القطاع مباشره. طيب الديزاين كله برضو كويس حلو، عايز اصمم الديزاين. عشان نصممه احنا عندنا حاجتين، اول حاجه بالنسبه لليونيفورم رينفورسمنت هنبدا بيه، وبعدين نتكلم على الكونسيستنت رينفورسمنت. في اليونيفورم رينفورسمنت القطاع بتاعي الشير وول كده بيعرض لبيندنج مومنت، فبتحط عليه زي الاستريس بتاعنا اللي بنتكلم دلوقتي، ان احنا بنشتغل بنفس اللي هي الجزء بتاع الايه، نستخدم الاستريس سترين ريليشن شيب بتاع الكونكريت والستيل، ان بيوصل ادي البيندنج مومنت، جزء عليه هيبقى عليه كومبريشن ستريس، وجزء عليه تنسايل ستريس، ده النيوترال اكسس بتاعك، المسافه دي اللي هي سي، والمسافه الباقيه اللي هي بتاعت الحديد اللي موجود هيبقى معرض هنا للتنشن، والحديد هنا معرض للكومبريشن، والخرسانه في المنطقه دي من اول هنا لهنا معرضه للكومبريشن. شكل الاستريس ديستريبيو او القطاع اللي هو الستريس بلوك ده يبقى عندي برضه نفس الشكل اللي كان موجود كده، بيمشي لغايه هنا الزيرو، احنا ناخده ريكتانجل سيكشن، فبيبقى عندي المسافه دي بتساوي 0.8 سي اللي هي الايه. عندنا طريقتين عشان نحل بيها، يا اما طريق بالانتراكشن دايجرام او نستخدم الفيرست برنسبل. الاولانيه اللي هنتكلم عليها الفيرست برنسبل دي، ماشي؟ الفيرست برنسبل بنتعامل معاها ايه؟ انا عايز احسب، انا اللي يهمني في القطاع هنا عايز احسب الحديد اللي موجود معايا، وهنا الحديد يونيفورم، فبسمي الحديد هنا الايه اس توتال. طيب بعدين هنيجي هنا نفترض حاجة واحدة، إيه بقى؟ إن أنا عندي القطاع بتاعي اللي مؤثر معايا هنا، بدل اللي هو الخرسانة، بدل ما كان الريكتانجل سيكشن ده بيؤثر على مسافة إيه، لا هخليهم على مسافة الـ C كلها. يبقى أنا القطاع بتاعي اللي هو الكومبريشن ستريس ده بيؤثر معاك على مسافة الـ C دي كلها، عشان أسهل عليا بس الحسابات بتاعتي. وبعدين بعد كده بيبقى عندك هنا قيمتين، هنا الإليمنت ده أو القطاع بتاعك ده الريتيننج وول عليه إيه؟ عليه بيندنج مومنت اللي موجود معاك، وعليه نورمال فورس، وعليه internal forces اللي موجوده اللي هي السي اللي هتاثر على جزء الكومبريشن فورس اللي موجوده في الخرسانه، والكومبريشن فورس اللي موجوده في الستيل، والتنسايل تنشن فورس اللي موجوده في الحديد اللي ايه اللي انت بتحطه في منطقه التنشن. لو جينا بصينا للفورسز دي كده اهي، عندي normal force وبيننج مومنت، دول external دول external forces، والinternal forces عباره عن السي هنا والتي. السي هنا عباره عن ايه؟ عباره عن الكومبريشن بتاعه الحديد، الكومبريشن فورس اللي موجوده في الخرسانه، والكومبريشن فورس اللي موجوده
تي ال سي، قلنا انها هتمتد معاك على مسافه السي كلها مش على مسافه البوينت اي تي سي، على اساس اسهل بس حساباتي اللي هي منطقه الكومبريشن بتاعت الخرسانه. وهي مش هتاثر معاك في الحسابات كتير لان المسافه دي صغيره بالنسبه للطول بتاع القطاع، فبالتالي ما لهاش تاثير كبير. تعالى هنا الاول نشوف المسافه بتاعتك الشير وول ده بسميه ال بتاعت الريتيننج وول، ال دبليو اللي هي الطول بتاع الريتيننج وول. كويس، المسافه بتاعتي اللي هي عليها الكومبريشن ستريس ده بسميها السي. يبقى المسافه اللي موجوده من هنا من بدايه من اخر الريتيننج وول لغايه النيوترال اكسس اللي هي عباره عن ال بتاعت الوول اللينث ناقص السي، السي هنا اللي هي قيمه النيوترال اكسس ديبس بتاعه الموجود ده اللي هو البعد بتاعه السيرس بلوك الدايمنشن او اللينث بتاع السيرس بلوك اللي هو المنطقه المسافه دي. يبقى المسافه بتاعتي اللي هي ال وول كلها ناقص السي، يبقى دي اللينس بتاع الموجود ده اللي هي المنطقه اللي موجود فيها التنشن رينفورسمنت. طب كويس، وبعدين التنشن رينفورسمنت هي المسافه من اول هنا ده بالنسبه للنيوترال اكسس. طب من اول هنا لغايه هنا ده عباره عن سي على 2. كويس، من اول هنا بقى التنشن فورس اللي هي الحديد اللي موجود ده كله هيبقى السي جي بتاعه تنشن فورس موجوده هنا بتساوي التي. دي بتبعد عن كام؟ هي المسافه دي ال وول ناقص سي، فهي في النص بتاعهم يبقى عباره عن ال وول ناقص السي كله مقسوم على 2 اللي هي يبقى ده السي جي بتاعها اللي هي بعدها عن المسافه دي قد اللي هي بتساوي ال وول ناقص السي كله مقسوم على 2 اللي هي نص المسافه دي. ماشي، يبقى ده السي جي بتاع التنشن فورس. الكومبريشن فورس تبعد عن الوش من هنا سي على 2، دي مسافه سي على 2 ودي التنشن فورس تبعد ال وول ناقص سي على 2. طب المسافه بين السي وسي هنا بتساوي كام؟ هروح جايب عندي ال وول كلها ناقص ال وول ناقص السي على 2 وناقص سي على 2، يديلك المسافه اللي في النص بين الاثنين الفورس اللي موجوده هنا وهنا. طيب يبقى الوش دي انا هحسبها ال وول ناقص ال وول اللي هي ال وول كلها ناقص ال وول ناقص السي على 2 وناقص السي على 2، فك الاقواس دي اللي موجوده ناقص ال وول على 2 وناقص ناقص يبقى زائد سي على 2. هيديلك هنا سي على 2 هتروح مع السي على 2 وهنا ال وول ناقص ال وول على 2 يديلك ال وول على 2، يبقى المسافه من هنا لهنا بتساوي ال وول على 2. يبقى انا جبت المسافات اللي موجوده دي لان احتاج عشان اعمل الحسابات بتاعتي. طيب الحديد اللي موجود هنا في المنطقه دي بيساوي كام؟ حديد التنشن هنا انا بقول ان الحديد اللي موجود كله في القطاع بيساوي ايه اس توتال. طب الحديد اللي موجود في التنشن هنا يساوي كام؟ بيساوي الاي اس توتال مضروب في الطول ده على الطول بتاع الحيطه بالكامل، يعني نسبه من الايه من الحديد التوتال. يبقى انا بيساوي الاي اس في التنشن بيساوي الاي اس توتال مضروب في الطول ده، الطول ده اللي هو ال وول ناقص السي، يبقى في ال وول ناقص السي مقسوم على ال وول بالكامل. ماشي، يبقى ده يديني ال وول ناقص السي على ال وول في الاي اس توتال، ادي لك الحديد قيمه الحديد اللي موجود في منطقه التنشن بس. طب بالمثل الحديد اللي موجود في منطقه الكومبريشن ده بيساوي كام؟ بيساوي الاي اس توتال مضروبه في الطول ده على الطول بتاع الحيطه بالكامل، الطول ده اللي هو السي يبقى في السي على ال وول بالكامل، يديني الاي اس توتال بتاعه. طيب من الاتزان ده بقى هنا الاتزان ده اجي ابص الاقي عندي انا بقى الدايمنشن او كده حددت قيمه الحديد اللي موجود في منطقه التنشن. لو انا عايز احسب انا بعتبر ان ده وصل الالتيميت، يبقى كل الاستريس اللي موجود هنا هو توصل في الحديد ده وصل لليلد، والحديد اللي حصل في الخرسانه في الكومبريشن ستريس كمان في الكومبريشن ستيل كمان وصل لليلد، يبقى الحديد هنا التنشن فورس اللي موجوده بتساوي الاي اس في التنشن مضروبه في اف يلد على جاما اس، والحديد اللي في الكومبريشن وصل لليلد يبقى اي اس كومبريشن مضروب في اف يلد على جاما اس. يبقى انا في التنشن بسوي اس توتال في ال وول ناقص سي على ال وول في اف يلد على جاما اس، وهنا نفس الرقم ده برضه في الكومبريشن مضروب في اف يلد على جاما اس. دي قيمه الفورسز اللي موجوده، وقيمه الفورس الكومبريشن لو انت بتحسبها الفورس اللي هي موجوده في نتيجه الاستريس بتاع الكومبريشن بتاع الخرسانه بتساوي 0.67 الاف اس يو على جاما سي في الاي في البي. البي اللي هو عرض القطاع والاي اللي هو المسافه دي، احنا هنهمل الاي او يعني حتى مفيش مشكله ممكن تعتبرها الاي زي ما هي اللي هي بتساوي بوينت اي تي سي. يبقى هنشيل الاي ونحط مكانها البوينت اي تي سي. يبقى انا عندي الفورسز اللي موجوده هنا كلها معروفه، الاي اس موجوده والسي بتاعتك موجوده بالنسبه للدي تي الحديد اللي هو اللي موجود في التنشن فورسمنت
بيساوي الاس توتال على جاما اس في ال وول ناقص السي على ال وول، هنا مضروبه في اف يلد على جاما اس، ده التي. والاس توتال ناقص هنا الاف يلد على جاما اس برضه، الاس توتال على السي الجاما اس دي من هنا، مش يعني هنا ناقص، اه سوري لا الاف يلد موجوده هنا. الاس توتال في ال ال وول ناقص السي على ال وول، ده قيمه الحديد في التنشن مضروب في اف يلد على جاما اس يديك التنشن. وهنا الاس توتال في السي على ال وول، ده يدي لك الايه قيمه الحديد الموجود في الكمبريشن مضروب في اف يلد على جاما اس يدي لك الايه السي. والحديد الكمبريشن الفرصه نفسها بتساوي 0.67 اف سي في البي في الاي اللي هي 0.8 السي، يبقى ده في ده هيدي لك 0.536 اللي هي 0.67 في 0.8 في الاف سي يو في البي في السي على جاما اس. انت عندك دايما معادلتين وانت بتصمم، هما معادلتين اللي بتشتغل بيهم دايما، سيجما النورمال بتساوي 0 وسيجما المومنت بيساوي 0. لما نيجي هنا سيجما النورمال بيساوي 0، ايه اللي عنده النورمال؟ عندي نورمال فورس اللي هي الاكسترنال بتساوي الانترنال، يبقى النورمال فورس اللي موجوده هنا بتساوي الكمبريشن فورس اللي هي في اتجاه مضاد ليها، الكمبريشن فورس ناقص التنشن لان الاثنين دول عكس بعض، يبقى بتساوي يبقى النورمال بتساوي مجموع الكمبريشن اللي هو سي نتيجه في الخرسانه زائد سي في الحديد نتيجه الكمبريشن ناقص التنشن فورس، يبقى دي المعادله الاولانيه. يبقى انا بالنسبه لي هنا ان النورمال فورس بتساوي النورمال فورس اللي مؤثره معاك دي عباره عن النورمال اللي انت حاسبها وانت عارف الرقم اللي موجود على القطاع، هيبقى عندي هنا بتساوي السي بتاعت الخرسانه 0.536 اف سي في البي في السي على جاما سي زائد الاس توتال في السي على ال وول على جاما في فيلد على جاما اس ناقص الاس توتال في ال ال وول ناقص السي على ال وول في الاف فيلد على جاما اس. يبقى انا كده دول الثلاثه، ايه المجهول هنا؟ السي انا مش عارفها والاي اس توتال انا مش عارفها، يبقى دي معادله الاولانيه، محتاج معادله ثانيه عشان احل المعادلتين مجهولين. اروح جاي عند النقطه دي لو خدت المومنت عند النقطه عشان اضيع كل الايه الفورسز دي مره، يبقى انا اخد المومنت عند النقطه دي، ايه المومنت ده؟ المومنت ده بيساوي ايه؟ المومنت ده بيساوي عندي فيه مومنت خارجي اللي هو بيلف كده عكسه، ده بيساوي النورمال فورس في الاتجاه ده والتنشن بيلف في الاتجاه، يبقى التنشن والنورمال الاثنين في نفس الاتجاه. طيب المسافه من هنا بيبقى المومنت الخارجي بيساوي كام؟ بيساوي النورمال في المسافه اللي هي من هنا لهنا، النورمال في السي جي بتاع القطاع اللي هي ال وول على 2 ناقص السي على 2، يبقى دي قيمه الايه الواتش المسافه بين النورمال وبين الفورس، يبقى تساوي ال وول على 2 ناقص السي على 2. طب والتنشن؟ التنشن احنا حسبنا التنشن المسافه بين التنشن والكمبريشن وقلنا انها بتطلع بتساوي ال وول على 2، يبقى انا هنا اهوت المومنت بيساوي ال ان زائد التي في ال وول على 2، هشيل التي واحط مكانها اس توتال في اف يلد على جاما اس في ال وول ناقص السي على ال وول، والنورمال فورس انا عارفها، ال وول انا عارفه، السي هي مجهوله، والام التيمت ده الابلايد مومنت اللي موجود معاك اللي انت حاسبه. يبقى انا المجهول هنا عباره عن السي والاس توتال. عندي معادلتين في مجهولين، اقدر احل المعادلتين دول اطلع منها قيمه السي وقيمه التي بتاعتك، ده كده حل. يعني ممكن يبقى انا كده خلاص اوكي انا كده من المعادلتين اطلع. لو لقيت ان عملت مشكله ان انا احل معادلتين في مجهولين، انا ممكن افترض ان انا عندي الاريا بتاعت الاس توتال مثلا بنسبه انا ما قلتليش، مثلا كانت بتقول عن لو هي عليها في التوتال بتاعك مثلا ماليش عن 0.2 في الكريتيكال زون او 0.1 في الـ في ال ده سوري 0.2 لو كانت في نسبة المينيمم بتاعك اللي موجودة، الأرقام بتاعتك اللي موجودة هنا ده الكونسنتريتد معلش رجعها تاني 0.25% اللي هي في اتجاه الرأس 0.25%، يبقى انا في الحاله دي ممكن افترض مثلا انها بتساوي 0.3. لو افترضت انها بتساوي 0.3 الاس توتال، يبقى انا يبقى الاس توتال بتاعتي 0.3 في اللينس في البي، يبقى انا طلعت الاس توتال بتاعتك بتساوي كام؟ يعني اقدر اطلع التي والسي اس بتساوي قد ايه؟ اعوض بيهم ان اهوت اطلع قيمه من هنا، اطلع قيمه السي بتاعتك بتساوي كام؟ النورمال بتساوي ان انا اطلع من هنا قيمه السي، ومن قيمه السي اللي انا هطلعها اللي هي المسافه بتاعت السي هنا، وبعدين ادخل اجيب الايه المومنت ده، المومنت ده هيدي لك الريزستنت مومنت وده المومنت الخارجي. لو المومنت اللي هو الانترنال المومنت ده اكبر من الام التيميت يبقى اوكي المسافه بتاعتك مفيش مشكله اوكي سيف، لو هي اقل يبقى الحديد بتاعك اللي انت حاطه ده اقل من الموجود، يبقى لازم ترفع نسبه التسليح بتاعتك، ودي بيبقى ساعات اسهل واسرع يعني، الا انك تحل معادلتين على طول، ما اعتقدش ان في مشكله برضو في حل معادلتين في مجهولين، خاصه ان هم مش مفيش هنا تربيعات ولا حاجه يعني قيمه صغيره يعني. طيب يبقى انا كده جبت الارقام بتاعتنا، كده يبقى انا حليت المشكله. في اي مشكله في حساباتها دلوقتي؟ حسابات اللي هي بتاعت اجيب الاس توتال هنا؟
تمام يا دكتور. طيب نرجع للشكل، شايفين البتاع دي ولا لسه ولا مش ظاهرة؟ الباوربوينت شايفينه؟ اه يا دكتور شايفين. طيب ماشي تمام كده. طيب دي كده الطريقة الأولانية، أنا كل اللي لسه أنا جبت بس بحسب الإيس توتال، ما وزعتش الحديد، أنا بس بحسب الإيس توتال. طيب الطريقة التانية إحنا بنقول فيها طريقتين، يا إما الإنتراكشن دايجرام أو اللي هي الطريقة الأولانية اللي إحنا سبينا حاسبين بيها دي. الطريقه دي لو انا جيت دخلت بقى على الايه الانتراكشن ديجرام، انا بتكلم احنا الشير وول بنتعامل معاه كانه عمود، فانا ممكن اصمم عمود برضو عليه يونيفورم رينفورسمنت باستخدام الانتراكشن ديجرام. فنفس القصه هنا، يبقى عندي الحديد بتاعي موزع بالتساوي، السبيسنج بين الحديد متساويه على كامل المحيط بتاعتي، يونيفورم رينفورسمنت، يونيفورم ديستريبيوتد ستيل بالنسبه للقطع. فبدخل على طول بجيب الانتراكشن ديجرام، اشوف الاول حاجه الاف فيلد بتاعتك، نوع الستيل اللي انت هتستخدمه ايه، زيتا اللي هي المسافه بين الزيتا اللي هي المسافه بين اللي هي الدي ناقص اللي هي الدي ناقص الدي داش اللي هي المسافه من السياخ السفليه والسياخ العلويه، مقسومه على المسافه دي مقسومه على الطول بتاع القطاع بالكامل اللي هي التي، يبقى ده ديك الزيتا بتاعتك بتساوي قد ايه. و بدخل بعد كده اجيب الام التيميت عليه في السي في البي في اللينس بتاع الول تربيع، وهنا الكي يعني النورمال على الاف سي يو في البي في ال بتاعت الايه الول بتاعتي. عن طريق الاتنين دول اقدر احدد قيمه الرو بتاعتك اللي بتساوي كام، اعوض انا اجيب قيمه ميو بتاعتي بتساوي الميو اللي هي نسبه التسليح، الريشيو بتاعت الحديد اللي انا بحط الاي اس توتال على الدايمنشن بتاعت الاريا بتاعت الكورس سكشن بتاعت القطاع. هنيجي هنا بيبقى عندك المشكله بتاعتك هنا ايه، ان انا بحسب زيتا، زيتا بتاعت القطاع هنا لما يكون عندك شيب وول وانا بحط الحديد بتاعي موزعه بالشكل ده، زيتا هنا بتبقى بعيده قوي. يعني ايه بعيده؟ يعني الرقم بتاعك بيبقى اطلع اكبر من ده. ليه؟ لان انا مثلا بسيب هنا 5 سم و5 سم يبقى دي 10 سم، وانا القطاع مثلا كان 3 متر، يبقى عندي الرقم بتاعي هيبقى 2 مسافه من هنا لهنا، ده 2 متر 90، يبقى 2 متر 90 على 3 متر، تلاقي الرقم بتاعك اكبر من 0.9 بكتير. فبالتالي احنا يعني ما عنديش انتراكشن ديجرام للحاجه زي كده، فباخد ابعد او اكبر رقم موجود معايا بالنسبه لنا اللي هو البوينت 9، يبقى انا هشتغل على البوينت 9 هنا. ادخل بعد كده عندك ادخل من هنا اجيب بقى الام التيميت عارف سي يو في ال في البي في ال تربيع، وهنا الان التيميت عارف سي في البي في ال تربيع، كل دول معروفين دايمنشن والنورمال فورس الخارجيه والام الخارجي. اطلع من هنا تقاطع الاثنين مع بعض يدي لك قيمه الرو اللي هي اضربها في الاف سي يو في 10 ناقص 4 يدي لك قيمه الميو. الميو اللي عباره عن الاس توتال قطاع بالكامل مقسومه على البي في ال. طيب تعال ناخد مثال كده عشان نفهم الطريقه دي. عندك هنا قطاع خرساني بتاع شير وول، كان العرض بتاعي 30 سم والنورمال فورس المؤثره معاك 15000 كيلو نيوتن، اللينس بتاع القطاع هنا كان 4 متر والعرض 30 سم يبقى 400 سم مع 30 سم العرض واللينس 40، النورمال فورس المؤثرة عليه كانت التيميت 15000 كيلو نيوتن والمومنت اللي موجود 9000 كيلو نيوتن، الاف سي 25 اف يلد 400. طبعا بنتكلم على الام التيميت، احنا بندي المومنت في الاتجاه ده مش المومنت في الاتجاه ده. اول حاجه بجيب الاكسنتريستي بتاعتك اللي هي الان بتساوي 0.6، لان هو سؤال امتى استخدم يونيفورم وامتى استخدم حديد كونسنتريتد. يعني تعجبك بكتر انك كل ما تبقى الحديد بتاعك عشان توفر في كميه التسليح، لو الاكسنتريستي بتاعتك قليله سمول اكسنتريستي بستخدم يونيفورم ريفورسمنت، لو الحديد بتاعك البيج اكسنتريستي الاكسنتريستي بيج اكسنتريستي يبقى عندي هنا هيبقى في عندك كونسنتريتد فورس عاليه او كومبريشن وتنشن عاليين عند الاطراف، في الحاله دي استخدم لو استخدمت كونسيدرد رينفورسمنت يبقى احسن لك. فهنحسب هنا الاي بتساوي الام على انه بتساوي 0.6 اللي هي 9000 على 1500 على 15000 خرج 0.6 متر، الاي على التي طبعا بتتكلم في الاتجاه ده يبقى بتساوي 0.15 يبقى دي سمول اكسنتريست، يبقى انا في الحاله دي استخدم يونيفورم رينفورسمنت. هروح داخل عند اكشن ديجرام بي التيميت على البي في التي في الاف سي يو بي التي اللي هي اللينس، يبقى 15000 في 1000 على عشان احولها نيوتن على 300 في 4000 في 25 الاف سي، طلع رقم 0.5 والام التيميت نفس القصه طلع لك الرقم بتاعك 0.075.
هحسب زيتا دي ناقص دي داش على التي. الدي بتاعتك بتساوي 4000 ناقص الكفر بتاعك هنا الدي كان هنا دي مش 4000 دي 3000 اللي هي التي ناقص 30 لو هي تكفر 3 سنتي يبقى عبارة عن 4 متر ناقص 3 وبعدين الدي داش من ناحية التانية عشان تبقى المسافة ايه يبقى الدي بتاعتك من هنا لغاية اللي هي التي ناقص الكفر ده وبعدين ناقص الكفر من فوق يبقى هنا دي 4000 ناقص 30 ناقص 30 دي 60 مش 30 على 4000 يطلع لك الرقم بتاعك 0.99 لو حسبناها هتبقى 0.98 مثلا فالرقم اكبر بكتير من اخر شارت بالنسبه للاعمده اللي كانت الزيتا بتاعتك 0.9 يبقى ناخد ال 0.9 هروح داخل على هنا على ال 0.9 الفيلد بتاعك كانت 400 اطلع الرقم بتاعنا من هنا اللي هي ال 0.075 والبي كانت 0.5 هدخل على البي على الالتيميت عليه في سيو في البي 0.5 وادخل من الرقم ده اللي هي الام الالتيميت عليه في سيو في البي في التي في سكوير يبقى ادخل من هنا ب 0.075 تقاطع الاثنين دول مع بعض ديك نقطه هنا النقطه دي اشوف انها رقم كام دي 8 ودي 10 فتطلع 9.5 تقريبا يبقى الرو بتاعتك 9.5 يبقى ميو بتساوي الميو بتاعتك بتساوي الرو في الاف سيو في 10 اساس 4 يبقى بتساوي 9.5 في الاف سيو 25 في 10 اساس 4 تلاقي 0.02375 دي قيمة الميو مش كنسبة مئوية عايز تخليها نسبة مئوية ضرب في 100 واقسم يبقى عندك في 100 يبقى 2.375 كنسبة مئوية دي أكبر من 0.5 يبقى أوكي يبقى أنت الرقم بتاعك أوكي مفيش مشكلة أكبر من المينيمم ريفورسمنت يبقى دي أول حاجة طيب خلاص اتأكدت إنها أكبر من المينيمم يبقى أروح جاي واخد الإيه السوتال بتاعتي بتساوي الميو بتاعتي اللي انت حسبتها 0.02375 في البي في التي في ال 300 في 4000 يديلك رقم التسليح اللي انا موجود ده على كل القطاع ده الاي اس توتال طيب انا عايز احط التسليح اوزعه بتروح جاي جايب المحيط الخارجي بتاعك هنجيب المحيط ده الطول ده الطول الحديد ده بتحطه اللي هو عباره عن ايه عباره عن الدي ناقص الكفر اللي هي كانت التي كلها ناقص الكفر من فوق وناقص الكفر من تحت يعني التي ناقص 2 الكفر والبي بتاعتك ناقص الكفر ده ناقص الكفر ده يبقى الابعاد بتاعتي عباره عن البي ناقص 2 الكفر والتي ناقص 2 الكفر او ال ناقص 2 الكفر يبقى ده الاطوال بتاعتي اللي هي الابعاد الداخليه بتاعتي كويس جبت انا البعد الداخلي هنا ممكن اجيب المحيط بتاع اللي انا اوزع عليه الحديد بتاعي يبقى انا هجيب المحيط المحيط ده اللي انا هحسبه اروح جاي واقول والله المسافات لو انا اعتبرت المسافه بين الاسياخ وبعضيها مثلا 20 سنتي يبقى باخد المحيط كله على 20 هقسم على 20 يطلع لي رقم مكسر يبقى انا هروح ايه بدل ما اخد السبيسنج بدل ما اخد مثلا هيطلع لي يبقى انا محتاج انا مثلا 23 سيخ اللي هو عدد الطول ده كله المحيط بالكامل مقسوم على السبيسنج بين الاسياخ وبعضيها يطلع لي مثلا 23 سيخ 23 سيخ انا عشان يبقى الشكل احط الناحيه دي يمين وشمال محتاج على رقم زوج فاخد يبقى 24 سيخ بالزياده يبقى انا السبيسنج بتاعتي هقللها يبقى ارجع اقول والله يبقى المحيط بتاعي على 24 سيخ تديني رقم اقل من السبيسنج اللي كنت فرضه في الاول خلاص يبقى انا حددت كده اروح جاي بعد كده حاطط بقى السبيسنج اللي انا محطوط على كله يبقى انا هطلع معايا 24 سيخ يبقى انا الاي اس توتال بتاعتي مقسومه على عدد الاسياخ اللي انا حطيتها اللي 24 يدي لك مساحه السيخ الواحد يبقى مساحه السيخ الواحد بيساوي التوتال اريا اللي انا حسبتها مقسومه على عدد الاسياخ اللي انا حطيتها على 24 يطلع لك مساحه السيخ مساحه السيخ باخد بقى الاسياخ اقرب سيخ للرقم بتاعي بالزياده طبعا ممكن يطلع الرقم بتاعي مثلا فاي 12 فاي 16 فاي 18 زي ما تيجي معاك فهنا المساله بتاعتنا اللي كانت موجوده من 4 متر ال 4 متر حول ان السبيسنج هفترض انها 20 سنتي يبقى اللينس بتاعي او المحيط الخارجي بتاعنا عباره عن البي ناقص 2 الكفر والتي ناقص 2 الكفر مضروبه في 2 يعني على اساس ان هم 2 بي و2 التي يبقى مضروب في 2 على السبيسنج ال 20 هطلع الكلام ده طلع كان عندي 41 سيخ هحطهم بالزياده يبقى 42 سيخ 42 يبقى الاي اس توتال 42 يطلع الرقم 678 يبقى انا هستخدم فا 32 كل 200 مللي اللي اقرب حاجه للايه دي الاريا بتاعت السيخ الواحد فانا هاخد فاي 32 ادي 32 لو انا عايز اقلل الدايمنشن اقلل الدايمتر شويه يبقى انا ازود ايه اقلل السبيسنج يبقى انا هختار سبيسنج مثلا كل 125 مللي
بنقللت السبيسنج كتير وارجع اعوض في تاني. ادي الدايمنشنز بتاعتي البي ناقص 2 الكفر زائد التي ناقص 2 الكفر في 2 بي زائد التي في 2 على السبيسنج 125 ترك الايه عدد الاسياخ 56 و65.6 هعوض واحد لازم يكون زوجي يبقى هقدر 66. لو كان ده طلع 66 مثلا 0.6 يبقى انا ما اخدش 67 اخد 68 اساس ان انا الشكل يبقى فيه سيمتري. اختار 66 هنا يبقى اقسم الاريا بتاعتي على 6 التوتال اريا اللي انا محتاجها على 66 يطلع لي المساحه بتاعت السيخ فاي 25 490. يبقى انا بستخدم فاي 25 كل 125 يبقى انا كده جبت الاسياخ بتاعتي بالتوزيع بتاعها اللي موجود معايا. يبقى انا اقدر احط الاسياخ بتاعتي اللي هي كل 125 وطلع. نعم السبيسنج الاقل السبيسنج جاي 125 ولا في ينفع اقلل عن كده تاني؟ لا ممكن اقلل ممكن اخد 100 ممكن اقلل عن 100 كمان بس يعني مش مفضل على اساس ان ايه عمليه التنفيذ نفسها مش مفضل ان انا اخد اقل من 100 بس يعني ممكن اخد اقل من 100 فاحنا هناخد هنا 125 ممكن تاخدها كل 100 مثلا. تمام اوكي طيب نيجي للجزء الثاني اللي هو الكونسنتريت. احنا الكونسنتريت رينفورسمنت بيبقى عن الالمنت وبيحصل ويا اما يكون السكن الثابت زي كده او بيكون عندي باوندر ايلمنت موجوده الدايمنشن بتاعها اكبر من الدايمنشن بتاعه الجزء بتاع الويب اللي في النص ده وبركز فيها التسريح اللي موجود معايا. ممكن يكون عندك زي حاجه زي حرف اي سيكشن كده كبير ده موجود. على فكره من الحاجات اللي هي الغلطات اللي احنا بتعملوها او بتتعمل في الواحد بيعمل موديل يبقى عنده حاجه مثلا عامله كده او شير وول مثلا موجود وجنبيه عمودين لازقين فيه فاروح عامل ده فريم اليمنت وعامل ده فريم اليمنت وعامل ده اللي هو الشير شير وول. لما بيجي يعمل حاجه زي كده ده الكلام ده غلط لازم ده يتعامل معاه كانه اليمنت واحد كل ده عباره عن شير وول واحد فلازم ادخله اديله الدايمنشن بالكامل كده واعرف ان ده حته واحده ما ينفعش اعرف ده فريم اليمنت واعرف ده شير وول اللي ده كلمه دي غلط لازم اعرف الاثنين. عاده بيطلع بتاع ده على السيف دايما لما يكون جنب شير وول جنبيه فلازم تدخله كانه جزء من الحته. لو كان عندي حتتين داخلين على بعض زي اي سيكشن كده برضه نفس القصه ممكن اركز الحقيقي في المنطقه اللي هنا او اركز الحقيقي بتاعنا في المنطقه اللي هنا ممكن اخد جزء من الحيطه هنا ده بس المشكله في المرسم انا ممكن اخد جزء من المنطقه دي وجزء من المنطقه اللي تحت دي واعتبرها ان دي الباوندر ايم بتاعتي يبقى شكل تي سيكشن يعني زي ما كانت موجوده شكلها ريكتانجل تي اي سيكشن في الحتت الثانيه. طيب انا كده ده الايه الاماكن انا ممكن اركز فيهم التسليح. لو عندي مومنت جاي كده مثلا ممكن اركز التسليح هنا وهنا او المومنت جاي كده اركز التسليح بتاع هنا وهنا او هنا وهنا. طيب ده بيحصل امتى؟ لما تكون انت عندك عايز تزود كباستي عندي عايز الحيطه يبقى لها كباستي عاليه او مومنت عالي جدا بيأثر على الحيطه وانت الحديد اللي انت بتحطه زي ما شفنا كده فاي 32 انا محتاج فاي 32 لو انا قللت او ركزت الحديد بتاعي في الجناب هنا ممكن يقلل لي التسليح اللي انا محتاجه. طيب اول سؤال هيتسال اللي هو الباوند ام ده قد ايه؟ عاده الباوند ام دي بتتراوح من 0.15 ل 0.25 اللينث بتاع الحيطه يعني الرقم ده 0.15 الى 0.25 اللينث التوتال لينث بتاع نفس القصه هنا من 0.15 الى 0.25 اللينث بتاع الحيطه فانا ممكن اخدها مثلا 0.2 اللينث بتاع الحيطه يبقى انا باخد الرقم ده دايركت 0.2 اللينث بتاع الحيطه ده اللي انا بحدده عشان احط فيه التسليح بتاعنا. هنا نفس القصة هو 0.2 مثلا الطول يبقى لو كان الطول ده كله اهو يبقى انا هاخد 0.2 الطول يبقى المسافة بتاعتي اخرها هنا واخد جزء من هنا وجزء من الناحية لو انا هشغله كانه ريكتانجلر كانه تي سيكشن. طيب دي اول حاجة يبقى اللينس بتاعنا بتاع الباوند ايرمنت ده بيساوي 0.2 من 0.15 ل 0.25 اللينس بتاع الحيط اول حاجة. تاني حاجة الكود بيقول لك ان انا عندي الحديد اللي انا بحطه هنا وانت بتحسب في الاناليسيز خد معاك تاثير الريفورسمنت ده لو احنا اهملناه زي ما قلنا ان هو مش هيبقى تاثيره واضح قوي يعني كان فبالتالي ممكن ان انا اهمله عشان اسهل على نفسي الحسابات شويه انما لو عايز ادخله مفيش مشكله ممكن ندخله معانا في الاعتبار في الحسابات لانه مش هياثر معاك كتير. طيب الحديد اللي موجود معاك هنا زي ما اتفقنا القطاع يبقى عندي عليه بيننج مومنت انا بني جومنت عالي كده هيديني هنا تنشن يبقى الحديد هنا هتولد عليه تنشن فورس بتساوي كام؟ بتساوي الاريا بتاعت التسريح اللي انا بحطها مضروبه في الاف يد على جاما اس وهنا نجيب الشكل بتاعنا هنا اهو
ده البيندنج مومنت والنورمال فورس اللي هي الاكسترنال او الفورسز اللي موجوده معاك، هيتولد عندها بين انترنال فورس. ايه الانترنال فورس اللي موجوده؟ هيتولد هنا كومبريشن ويتولد هنا تنشن. التنشن ده بتاع الحديد، هعتبر ان الفورس بتاعتي في السي جي بتاعها ماشي. يبقى انا لو كنت فرض ده 0.2 ال، يبقى انا الرقم ده بيساوي هنا 0.1 ال اللي هي من بره. يبقى انا الطول من هنا لغايه اخر الحيطه بيساوي بوينت بيساوي ال ناقص 0.1 ال، يبقى بيساوي 0.9 ال. ده اول حاجه. طيب المنطقه بتاعتي انا هفترض ان القطاع بتاعنا او نيوترال اكسس جوه الباوندري اليمنت. التسليح الكومبريشن انا بحطه هنا بيبقى تسليح مش كتير قوي، مش هيفيدني في المقاومه، فكان بي نجلكتد برضه. يبقى انا ههمل الحديد الكومبريشن يعني. انما الثاني كان لما كان عندي كان يونيفورم، كان الحديد هنا في نسبه تسليح كبيره كانت هتشتغل معاك، وبالتالي كان ايه باخدها معايا في الاعتبار. انما هنا المنطقه اللي موجوده انا حاطط حديد، بس انا لو اعتبرت في عندي نيوترال اكسس هنا الحديد اللي هم ثلاث اسياخ دول مثلا هم دول اللي هيقاوموا معايا في يزودوا لي الكباستي في الكومبريشن هنا، وده مش افكتيف بشكل كبير. عايز تدخلهم ما فيش مشكله، بس بتزود اللي هي بتعقد الموضوع شويه. فاحنا هنعملهم لان المعدات دي ما هياش اكزاكت برضو، ولكن بتدي ارقام يعني هي طريقه تقريبيه، بس بتدي ارقام قريبه كتير من بشكل كبير من اللي ايه من الطرق اللي هي المعقده شويه. طيب انا عندي هنا الام والان النورمال فورس اللي موجوده، وعندي مومنت موجود، ونتيجه الكلام الاكسترنال فورس هتولد عندك كومبريشن فورس هنا يقاوم القرصنه، وتنشن فورس هنا يقاوم الاستيل. التنشن فورس دي بتساوي الاي اس اللي موجوده هنا في الاف فيلد على جاما اس، والكومبريشن فورس اللي موجوده هنا بتساوي 0.67 الاف اس يو على جاما سي في الاي في البي. الاي اللي هي العرض بتاعت النيوترال اكس المسافه دي، او السي اللي هي المسافه دي جت سي، يبقى 0.8 السي. لو اعتبرنا ان انا عندي السي او اوسع شويه، يبقى المسافه بتاعت الكومبريشن بلوك ده او الكومبريشن بلوك ده هيبقى عندك بتساوي الاي اللي هي 0.8 السي، يبقى المسافه دي بتساوي الاي على 2، هو بيأثر في النص يبقى بتساوي اي على 2. دول الفرص اللي موجوده. برضه عندي معادلتين، المعادله الاولانيه النورمال فورس اللي موجوده بتساوي السي ناقص التي، لان الاثنين عكس بعض، يبقى الاكسترنال فورس بتساوي الانترنال فورس اللي هي النورمال بتساوي السي ناقص التي. السي 0.67 اف سي على جاما سي في الاي في البي. المجهول هنا هنا عباره عن الاي او السي، وهنا التنشن بتساوي الاس في الاي فيلد على جاما اس. الاريا بتاعت الستيل مجهوله. المومنت لو خدت المومنت عند النقطه دي، يبقى المومنت الاكسترنال بيساوي ان في المسافه بتاعته في المسافه لغايه النقطه هنا، والتي في المسافه لغايه هنا. الان في المسافه انا بتساوي دي ال اول على 2 ناقص الاي على 2، وهنا بتساوي التي مضروبه في المسافه بتاعتك اللي هي ال اول ناقص 0.1 ال، وبعدين ناقص هنا الاي على 2. يبقى انا المجهول هنا هيبقى معادلتين في مجهولين، معادلتين هنا في مجهولين. المعادلة الأولانية المجهول فيها عبارة عن الإيه، أو لو شلتها حطيت السي أو الإيه يعني كلهم هتلاقي كله موجود فيها الإيه بس، فهنا موجود فيها الإيه والإيه إس بتاعتي أنا مجهولة، والتانية موجود فيها الإيه والإس بتاعتك برضو مجهولة، اللي هي قيمة الإيه ال خدنا المومنت عند النقطة دي ناقص الإيه سي بتاعت الكومبريشن. هنا حطينا هنا المفروض التي، هنا حط خدناها التي. المومنت هناخده هنا، يبقى ناخد المومنت هناخد التي، او ناخد لو خدت الناحيه الثانيه يبقى السي، بس يعني ايهم يعني. فاحنا بناخد حتى عند السي هنا مباشره، على اساس ان يبقى عندك هنا بدل السي هنا يبقى التي في الدي ناقص اي على الاثنين. يبقى انت عندك هنا معادلتين، المجهول هنا بتساوي الام، يبقى او المومنت بيساوي هنا الثاني يا جماعه، المومنت ده بيلف كده يبقى بتساوي الان زائد التي. لو انت هتاخد المومنت عند النقطه دي يبقى المومنت بيلف حوالين النقط كده حوالين التي، النورمال فورس بتلف كده مع المومنت، والسي هي اللي بتلف عكس البيننج مومنت اللي موجود. المعادله الثانيه دي لو احنا خدناها عند التي هنا بيبقى الهدف منها ان انا اخلص من الاي اس، ما تكونش ظاهره معايا يعني. المعادله الثانيه ما عنديش غير المومنت ده موجود، النورمال فورس ده موجود، كلهم دول معروفين. السي بتاعتك 0.67 الاف سي يو في البي في الاي على جاما سي. المجهول هنا عباره عن الاي. لما ناخد المومنت عند الناحيه دي بتساوي الدي اللي هي 0.9 بتساوي ال وول ناقص 0.9 ال وول ناقص الاي على 2. يبقى انا كده المجهول بتاعتي في المعادله دي اللي هي عباره عن الاي بس. فممكن عن طريق المعادله دي اطلع قيمه الاي، جبت الاي ادخل في المعادله اللي فوق اطلع قيمه الاي
الاي اس بتاعتي بيساوي كام، او اجيب الايه بدخل التي واحل معادلتين في الموجودين اطلع منهم قيمه الاي والاي اس. ماشي، يبقى دول الموجودين هي سيجما الان وسيجما المومنت اللي موجوده معاك. ممكن برضو بنفس الطريقه كان ممكن اقول والله طب انا هفترض ان انا الحديد بتاعي هنا مثلا 0.3% من الاي اس توتال، يبقى الاي انا جايب الاي اس كلها، يبقى عن طريق اعوض في المعادله اللي هنا عندي انا التي جبتها اللي هي الاي اس في الافيل درجه مثلا انا عارف الرقم ده وعندي الان معروفه اقدر اطلع منها قيمه الايه، جبت الايه ادخل على المومنت على المعادله الثانيه اطلع قيمه المومنت اوف ريزيستنس بتاعتي. ايه المومنت اوف ريزيستنس هنا؟ اللي هو بتساوي التي في لو انا خدت عند النقطه دي يبقى التي في المسافه بتاعته زائد الان في المسافه بتاعته، يبقى دي ناقص المومنت ده المفروض انه يقاوم المومنت اللي موجود معاك. لو المومنت اوف ريزيستنس ده اكبر من المومنت الابلاي يبقى اوكي، اوكي الحديد اللي انت حاطه ده كافي، لو اقل يبقى الحديد بتاعك مش كافي لازم تزود الحديد بتاعك شويه. ماشي، يعني عندك الطرق الموجوده دي او دي ممكن تختار منهم زي ما انت عايز. برضو الطريقه الثانيه بتاعت الانتراكشن دايجرام دي كده اللي هي الايه بالحسابات، لو عايزين برضو بنفس الطريقه اللي هي بتاعت الانتراكشن دايجرام بندخل بقى المره دي على الحديد اللي انت بتركزه فوق وتركزه تحت، يبقى انا هعتبر ان السي جي بتاعنا ان الحديد بتاع ده كله متركز في السي جي بتاعه، يبقى المنطقه هنا اهو، والحديد بتاعنا الثاني متركز في المنطقه اللي هنا برضو، يبقى الحديد بتاعك لما يكون ده متركز هنا كله يبقى انا بقول المسافه بتاعتك من السي لو هو مثلا هنا يبقى ده الكفر بتاعه، المسافه من اول هنا لغايه ايه السي جي بتاع الحديد بتاعك يبقى ده الكفر بتاعك المنطقه من هنا لهنا، ونفس القصه من تحت اللي موجود معاك. يبقى انا هدخل على انتراكشن دايجرام هنا اجيب الدي داش اللي هي تبقى لغايه السي جي بتاع الحديد، وتحت يبقى برضه نفس القصه اجيب الزيتا بتاعتي يبقى المسافة ناقص الكفر اللي فوق اللينس ناقص الكفر اللي فوق وناقص الكفر اللي تحت على التوتال اللينس بتاع الحيطة يبقى ده الزيتا بتاعتي. اقدر اطلع قيمة الزيتا، طبعا الزيتا هتبقى اقل من الزيتا اللي كانت تطلع في اليونيفورم، يبقى عندك الرقم بتاعك اشوفها بتساوي كام، وبعدين ادخل اجيب نوع التسليح بتاعنا كام. عندي الاس الاس داش على الاس بواحد دايما لان انا بحطه فوق زي تحت عشان الزلازل، يبقى الاس بتساوي الاس داش دايما يبقى انا اس بواحد الالفا بتاع واحد دايما، يبقى ناقص لي هنا بجيب ميو ادخل من هنا بقى الام على الاف سي في البي في التي سكوير، وادخل من هنا الان الان على الاف سي في البي كذا، اجيب الاثنين اجيب منها قيمه الرو، جبت الرو يبقى اضربها الاف سي في 10 اس 4 طلع قيمه ميو، ميو اللي هي بتساوي الاريا بتاعت الستيل اللي انا حاسبها تحت مضروبه في البي مضروبه في اللينس بتاع القطاع، يبقى انا كده جبت الايه اقدر من هنا اطلع لو انا عرفت الميو اقدر اطلع قيمه الاي اس بتاعتي بسواد، ويبقى الاي اس جبتها يبقى الاي اس داش نفس القيمه بتاعتي. طبعا بوزع بقى الحديد بتاعنا اللي موجود على القطاع بتاعي، عندي اوزعه زي الاعمده بالظبط زي ما اقول، نحط بقى الحديد اللي موجود معاك، طبعا بيبقى فيه سيمتريه حوالين القطاع بتاعنا اللي شغالين فيه حوالين السي جي بتاعه، يبقى هنا زي هنا ده زي ده وده زي ده، مش شرط ان يكون كلهم على نفس السبيسنج بتاعتك. برضه ده مثال واحنا بنحل بيه، عندي القطاع بتاعي 4 متر اللي كنا بنتكلم عليه، وهنحط هنا بقى كونسنتريتد رينفورسمنت هنا وهنا، كان المومنت اللي هنا 18000 والبي بتاعتي 5000، يبقى الاكسنتريست بتاعتك لو انت خدتها الاي على الاكسنتريست ما حسبناش، انما لو خدت الاكسنتريست على 5000 هتلاقي اكبر من ال 0.5 وبالتالي بيجي اكسنتريست، يبقى في الحاله دي يفضل ان اخد الكونسنتريتد رينفورسمنت معايا. هندخل على هناخد اللي هنا الباوندري لينس بتاعنا افترض انها 0.2 ال، يبقى عندي 4 متر ب 0.2 يبقى 80 سنتي، يبقى ده 80 سنتي و 80 سنتي، يبقى الحي بتاعي هيبقى متركز في النص هنا، يبقى بدل 80 هيبقى على 2، يبقى عندي 0.4 من فوق و 0.4 من تحت، يبقى الكفر هنا بيساوي 0.4 وبتاع الحديد، يبقى الطول بتاعي هنا الزيتا بتاعتك اللي هي المسافه من السي جي بتاع الحديد اللي فوق للسي جي اللي تحت، يبقى اللي هي 4 متر ناقص 0.2 ناقص 0.2 يبقى سوري 0.4 احنا بنتكلم على الدي ب 80 يبقى 0.4 و0.4 يبقى 4 ناقص 0.4 يديك 60 وبعد 63 ناقص 0.4 يديلك 3 متر 20 على الطول الاصلي 4 متر يديلك رقم 0.8، يبقى انا هدخل اجيب زيتا بتاعتي اللي كانت بتساوي ادخل على الكيرف اللي هي زيتا بتساوي 0.8 والفا بتساوي 1 والاف يلد بتاعتي ب 400، اجيب هنا الام التيميت على الاف اس يو في البي في ال سكوير، وهنا بي التيميت على ال على البي في ال في الاف اس يو، هنا 0.167 وهنا 0.15، ادخل هنا 0.167
وهنا 0.15. طبعا انا حددت 400 والاس داش على الاس بتساوي 1 وزيتا بتساوي 0.8. ده مع ده يديلك النقطة اللي موجودة هنا، ده تقريبا 3.5 الرقم اللي موجود يعني. فاجيب يبقى رو بتساوي 3.5، هضربها 3.5 في الاف اس يو في 10^4 يطلع لك الرقم 0.00875. هنقسم على 100 يبقى لك 0.875 اكبر من 0.2. اوكي. الاي اس بتاعتك ده اللي مشاك على الاس مينيمم، الاي اس بتاعتك ميو في البي في التي، يطلع لك الرقم في البي في التي 300 في 4000، يطلع لك الرقم الحديد اللي انت محتاجه في المنطقه اللي هي في الباوندري اليمنت بس. لو استخدمت فاي 25 يبقى عندي الاي اس على الاي فاي 25 10500 على 490 يطلع لك 21 سيخ، هناخدهم 22 عشان التماثل. ده في المنطقه اللي موجوده في المنطقه الكونسيدس اللي هنا. في بقيه الاسياخ اللي موجوده ممكن استخدم فاي 10 ما فيهاش مشكله، ممكن استخدم فاي 12 ما فيش مشكله. لو استخدم الكود اللي هو بيقول لك المينيمم بتاعنا هنا فاي 10، يبقى انا هحط فاي 10 في المنطقه بين الباوندري اليمنت دي ودي، يعني في المنطقه اللي هنا، المنطقه اللي موجوده هنا استخدم فاي 10 كل 200، بينما هنا استخدم الفاي 25 اللي انا احطها، وهنا الفاي 25 اللي موجوده هنا. ده شكل التسليح بتاعنا. لو كان عندك حاجه باوند اليمنت كده بتتعامل مع القطاع بتاعك كانه عمود، بتحط التسليح بتاعك هنا. المسافات دي ما زادتش عن 25 بين كل سيخ متخبط بتاعنا كده. نفس القصه الناحيه الثانيه، زاد بنحط هنا سيخ اضافيه ممكن نحطهم هنا وهنا، والحديد بتاعنا اللي هو الافقي بيدخل معاك جوه القطاع بتاعك. ما تبقى حريص ان هو يدخل معاك على الاقل مسافه من دخلنا هنا ال دي وال دي، لانه بيحصل عليه تنشن يحصل له فيل. لو كان ادي الباوندري اليمنت اللي موجوده معاك، لو كان السكن الثابت يبقى بناخد الايه الدايمنشن بتاعتك برضه نفس القصه، ناخد طول احنا بنحدده وبنبدا نحط بقى التسليح بتاعنا اللي انا محتاجه، وبزود التسليح، ممكن ازود التسليح هنا وهنا هنا وهنا، ممكن احط تسليح اضافي دوت واربطهم بكنات زي الاعمده بالظبط. فده يبقى عندك كده الايه الحديد اللي انت مثلا. ده شكل التسليح لو كان اللي هو الكونسنتريتد على الجنبين، والحديد المينيمم بتاعك هنا. ده بتعامل معاه بيقول لك زي عمود، وهنا بالظبط كان عمود، والمسافات اللي بينهم بتقلل الحديد، حتى شكل التسليح هنا اتخن شويه من الداخلي اللي موجود معاك. هنا شكل التسليح كبير، هنا التسليح بتاعك بيبقى ايه قيمته صغيره معاك يبقى اقل. نفس القصه هنا الدايمتر اكبر والدايمتر هنا صغير بعد كده، يبقى الايه التسليح اللي موجود في اللي هي في الشير وول كونسنتريتد وكيونيفورم رينفورسمنت. ايه الفايده؟ طب ما ناخده كله يونيفورم وخلاص واريح نفسي بدل ما كونسنتريتد والكلام ده كله. ده لما يكون عندك ده شكل، لو عندك نسبه التسليح في التوتال رينفورسمنت في القطاع 1% لو خدته يونيفورم، وتوتال رينفورسمنت لو خدته كونسنتريتد في جزء وقللت التسليح في ايه في المنطقه اللي في اللي في النص. لما تيجي تعمل الكلام ده وترسم الانتراكشن دياجرام بتاعك، لان الماكسيموم مومنت اللي يستحمله القطاع هنا كان 380، بينما التسليح اللي كان موجود هنا كان 475. يعني نسبه المومنت في ريزيست او المومنت اللي يستحمله القطاع هنا لما انا حطيت الحديد ده خارجي هنا وصل تقريبا حوالي 25% ازيد من التسليح اللي موجود في النص اللي هو كان يونيفورم. رغم ان هم نفس التسليح، يعني نفس الاريا بتاعت التسليح 1% هنا و1% هنا، بس لما عملت له تركيز في الجناب زود لي الكباستي بتاعتي بحوالي 25%. طبعا معنى كده ان انا كان ممكن اقلل التسليح بتاعي عن الاولاني، او ان انا يتحمل مومنت اعلى من اللي انا كنت ايه اللي انا هصممه عليه. فطبعا دي بتبقى ميزه شويه عن ان انا احط يونيفورم انفورسمنت. طيب ده كده في سؤال لغايه دلوقتي؟ تمام يا دكتور. طب هو معلش يا دكتور، يعني هو قيمة التسليح هنا زي هنا ازاي؟ مش انا حاطط بس هنا القطاع اللي تحت ده، حاطط التسليح تحت وفوق، وبعدين حطيت في النص مينيموم، فمتهيألي كده ده اللي تحت زيادة عن اللي فوق. لا، هو انت بتغير الدايمتر هنا، الدايمتر هنا كله ثابت رقم كبير، مثلا فاي 25 من الاول للاخر. هنا احط مثلا فاي 25 اركزهم في الجناب، او مثلا هنا فاي 16 من الاول للاخر. هنا احط مثلا فاي 25 في المنطقة دي، وحط هنا مثلا فاي 10 او 12 في المنطقه اللي في النص. يبقى انا التسليح الاليا بتاعت الستيل هنا كتوتال الاي اس توتال هنا هتساوي الاي اس توتال هنا، الاثنين نفس الاليا، وبالتالي نسبه التسليح فيهم بالنسبه للقطاع الاي اس توتال على البي في ال ثابته اللي هي 1%، بس الديامتر مختلف. فلو جيت ركزتهم هنا، ركزت الديامتر، كبرت الديامتر هنا وقللت الديامتر في النص، بدل ما اخد كله ثابت من الاول للاخر هيدي لك المومنت، بيزود لك المومنت اللي هنا. يعني مش التسليح، مش الدايمتر الثابت، الدايمتر مختلف في الحالتين. تمام. طيب
ده كده بالنسبة لنا اللي هو الشير وول. نفترض ان احنا دلوقتي نقدر نصمم الشير وول لوحده، ما فيهاش اي مشكلة بالنسبة لنا، تصميمه عادي وسهل. سواء المعادلات اللي هي الامبيركال او التانية عبارة عن سيجما الان على سيجما النورمال فورس بتساوي زيرو، وسيجما المومنت بيساوي زيرو. مجرد بس انك تفهم الانترنال فورس بتتحسب ازاي. الجزء التاني دايما اللي بيخوفنا حكاية الشير وول، لما يكون عندك شير وول بالشكل ده وعايز تصممه. برضه في طريقة سهلة الحقيقة بان احنا بنحسب بيها الكالكوليشن ميثود. هنا بنيجي نعتبر ايه، وانا مومنت جاي في الاتجاه ده وعندي ام وان على القطاع بتاعي، وعندي الدايمنشن بتاعت الشير وول مختلفة، دايمنشن الرجل هنا غير الرجل اللي هنا. فبنيجي نحسب السي جي بتاع القطاع. السي جي بتاع القطاع لو كان الرجل دي قد دي يبقى في النص، لما تكون دي اكبر من دي يبقى السي جي هيتسحب شوية ناحية الايه الرجل الاكبر. فهنا النيوترال اكسس بتاعي كان منطقة، حاطط هنا reinforcement في المنطقة دي، وهنا reinforcement هنا سميها AS1، هنا AS3، هنا في النص حاطط reinforcement AS2، وعندي bending moment ونورمال فورس مؤثرة على القطاع. فأول حاجة بحسب هنا الـ eccentricity بتاعت القطاع، يعني بحول الـ M والـ N إلى نورمال فورس بس. حاجة أقول والله الـ M على الـ M على الـ N يدي لك الـ eccentricity إيه، بتبدأ بتترحل منين؟ من الـ CG بتاعنا. يبقى هاخد الـ EA اللي هي المسافة دي اللي بتساوي الـ M على الـ N من السنتر من الـ CG بتاع القطاع، تبعد عنها مسافة الـ EA. يبقى النقطة يبقى هتحصل معاك دي، هحولهم لنورمال فورس بتساوي الرقم ده اللي هو الـ الإكسنتريك فورس اللي موجودة هنا. وانسى بقى الـ Bending Moment دلوقتي. طيب نتيجة الـ Eccentricity اللي موجودة هنا دي، نتيجة الـ Normal Force اللي موجودة، جزء من هنا مثلا كان فيه ده النيتر اكسس المنطقه، نتيجه الام والان هيحصل فيه جزء كده معرض لكمبريشن، وجزء من هنا صغير، وجزء تاني من هنا هيبقى معرض لتنشن، وجزء من التسريح اللي تحت هيبقى معرض لتنشن. فانا اعتبر ان القطاع بتاعنا اللي تحت ده كله او القطاع اللي هنا ده معرض لتنشن اللي هي تي 3. الاريا بتاعته نفس الطريقه اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي الكونسنتريتد، اللي هي الاريا تي 3 بتساوي ايه، بتساوي الاريا اللي موجوده هنا اللي هي اس 3 في الاف يد على جمع اس، واحطهم في السي جي بتاع الايه الشكل ده. وهنا اعتبر ان هنا في تنشن فورس، خد الحديث كله بالكامل، مؤثر معايا في السي جي بتاع الرجل دي وبيساوي الاس 2، وبيأثر معاك في السي جي بتاعت الاريا بتاعت الاس 2. يبقى هنا دي بتساوي اس 2 في اف يد على جمع اس. وهنا المنطقه دي هتتعرض للكومبريشن، قيمتها نعتبر هنا اهوت اللي هي قيمتها اللي هي ال سي 1 اللي هي 0.67 ال اف اس يو في جاما في الاي سي في ال بي بالعرض ده كله. واعتبر ان السي كلها التنشن كله هو ده اللي هيشتغل معاك. طيب يعني انا كاني بالظبط اعتبرت النيوترال اكسس او الكومبريشن بيأثر معاك عند النقطه اللي هنا. طب هنعمل ايه بعد كده؟ يبقى انا عندي الفورسز اللي موجوده نتيجه اللي هي الانترنال فورسز، في هنا كومبريشن سي 1، هنا تنشن تي 2، هنا تنشن تي 3، وادي الفورس اللي موجوده. هيبقى عندك نرجع لنفس القصه بتاعتك، انا هجيب دلوقتي نتيجه النورمال فورس، عايز احسب الايه؟ عايز احسب التنشن اللي موجود في الاي اس ان، عايز احسب التنشن بتاعت التي 3 دي بتساوي كام؟ تي 3 دي اول حاجه قال لك ان احسب لي مثلا تي 2، تي 2 بتساوي الاي اس 2 الاف يلد على جمع اس، تي 2 اللي هي الاريا اللي موجوده هنا اف يلد على جمع اس. انا لو حاطط ممكن احط هنا زي ما الشير وول، ممكن نحط تسليح هنا ونقول الاي اس نوت ده عباره عن ديستريبيوتد، فانا ممكن احط فيها مينيمم مثلا المنطقه دي، يبقى انا عندي التسليح انا عارفه اللي هو بقيمه الاي اس 2 انا عارفها خلاص، يبقى اي اس 2 في الاف يلد على جمع اس انا عرفتها خلاص، يبقى انا عرفت التي 2 كلها لو انا حاطط اي اس 2 بتساوي كام. طيب يبقى انا لما اجي اخد بقى هاخد المومنت عند السي هنا، لو خدت المومنت عند النقطه دي كويس، هيبقى ايه الموجود معايا؟ هيبقى عندي نورمال فورس بتاثر معاك، النورمال فورس دي بتلف كده عند النقطه دي في كام، في مسافه اللي هي بتساوي اللي هي المسافه بتاعتها الاي اي ناقص المسافه اللي هي من اول هنا لغايه هنا. انا عندي ده السنتر لاين بتاع الشكل انا عارفه، وعارف المسافة من أول هنا لغاية هنا، المسافة دي أنا عارفها اللي هي ناقص منها تي على العرض ده على 2 يدي لك المسافة دي اللي هي إكس 1. يبقى أنا إن ألتم في المسافة سميها إكس 1، والمسافة اللي هي من النقطة دي لغاية هنا دي إكس إيه، يبقى الإن ألتم في إكس إيه دي المومنت هتلف كده.
ايه اللي بيقاومها؟ بيقاوم تنشن تي 2 في المسافة بتاعتها وتي 3 في المسافة بتاعتها. يبقى هنا تي 3 يبقى هنا بتساوي ان التيميت في اكس اي بتساوي تي 2 في اكس 1 وتساوي تي 3 في اكس 2 زائد اكس 1. يبقى انا تي 3 لوحدها بتساوي ان التيميت في اكس اي ناقص اكس 1 ناقص تي 2 في اكس 1 اللي هي دو مقسومة على اكس 1 زائد اكس 2. لو انا عارف قيمة الان انا عارفها الاكس اي انا عارفها، انا عارف المسافة اي اي وبما المسافة من اول هنا لغاية هنا انا عارف المسافة دي كام، يبقى اقدر اطلع من هنا الاكس اي على طول. يبقى انا عارف دي ودي تي 2، انا ممكن افترض تي 2 الاريا بتاعت الستيل بتساوي كذا اللي هي الاريا اللي انا احطها هنا مينيمم، يبقى انا هحط الحديد بتاعي بالكامل في فيلد على جنب اس، يبقى انا عرفت تي 2 في اكس 2 اللي هي المسافة من السي جي بتاعها اللي هي نص الشكل لغاية المسافة دي، يبقى انا اكس 2 برضو اكس 1 انا عارفها، يبقى دول الجزء ده انا خلاص عرفته كله. يبقى وعلى اكس 1 واكس 2 يبقى انا جبت الايه تي 3، اكس 1 واكس 2 اللي هي المسافه من هنا لغايه هنا، يبقى انا كده جبت تي 3. تي 3 بتساوي ايه؟ بتساوي الاس 3 في اف يد على جمع اس. يبقى انا اروح جاي من هنا عند انا عرفت تي 3 اطلع قيمه الاس 3، يبقى انا جبت الاس 3 الحديد اللي انا بحطه في الاتجاه ده. طيب لو كان عايز اطلع الحديد اللي موجود هنا لما المومنت يقلب الزلزال هيقلب كده، هيبقى عندي نفس الرقم اللي موجود هنا، هيبقى عندي ده كده ونورمال فورس موجوده لتحت. يبقى انا هعمل ده اجيب الاكسنتريستي الام التيميت في الاتجاه الثاني بقى ام التيميت على الان يدي لك الاكسنتريستي بتاعت اللي هي الاي بي اللي هتيجي الناحيه الثانيه، يبقى النورمال فورس بتعكس الناحيه دي. يبقى بنفس الطريقه برضو احسب عند المسافات اللي هنا، لو كانت المسافه من هنا لغايه هنا ده اكس بي، الحديد اللي انت حاطه ده تحت زي ما هو هيتولد هنا بقى تنشن بدل الكومبريشن، هتولد تنشن هنا، ويبقى ده تولد هنا تنشن هتولد هنا كومبريشن. يبقى انا باخد عند المومنت عند النقطه دي، يبقى ان في الاكس بي بتساوي تي 2 في الاكس 2 زائد تي اللي عند تي 1 في اكس 1 زائد اكس 2. يبقى انت نفس الرقم اللي كله هنا هتشيله اكس 1 بدل دي 3 هيبقى اكس 1، وحط الرقم من اهوت بدل اكس اي احطها اكس بي اللي هي الموجوده هنا، يبقى نفس المعادله اللي هي موجوده هنا اطلع منها قيمه الاي اس 1 في المنطقه اللي، وبالتالي اقدر احط التسريح بتاعي هنا واقدر احط التسريح بتاعي في المنطقة اللي موجودة هنا. طبعا الموضوع بالشكل ده يبقى سهل ومفيهوش أي حاجة. طب لو المومنت جاي في الاتجاه ده، المومنت لو جاي في الاتجاه ده أنا ممكن أجي على العمود ده أقول والله إن أنا المومنت هنا هيتشال على المنطقة دي والمنطقة دي بالكامل، فممكن أقول والله المومنت ده في الحالة دي يبقى هيتشال على، أشوف الاستفنس بتاع ده أو الإنرشيا بتاعت ده كام والإنرشيا بتاعت ده كام، وزع المومنت ده على دي وعلى دي، يبقى حاجة أنا أقول الإم لو هو كان الاتجاه ده يبقى المومنت ده هيتوزع هنا بكام؟ هيشيله ده مثلا الانيشيا بتاعته اي 1 وهنا الانيشيا اي 2، يبقى هتحط هنا الام في اي 2 على اي 1 زائد اي 2 يدي لك المومنت اللي هنا، وهنا يدي لك المومنت في الانيشيا بتاعت اي 1 على اي 1 زائد اي 2 يدي لك المومنت اللي موجود هنا. يبقى انا وزعت المومنت على ده وعلى ده، اقدر في الحاله دي اصمم ده لوحده واصمم ده لوحده كان جزئين منفصل على الام اللي موجود عليه، والنورمال ممكن توزع برضه بنفس اي انيشيا دي على دي برضه نفس الطريقه. او ان انا احمل النورمال كلها للشكل ككله، يبقى ده هيدخل ده معاك بقى، انما المومنت يبقى ده تاثيره ضعيف في الاتجاه ده. ده حل، دي الحلول اللي موجوده بتبقى حلول ايه بسيطه ان انا سهل على نفسي الحسابات بتاعتها، بس بتدي لك درجه من الدقه كويسه. ليه؟ ان انا بتعامل مع ان الجزء هنا لو كان المومنت بالشكل ده، ليه؟ ده اللي هيشيل وده اللي هيشيل، والقيمه بتاعت ده قيمه صغيره بحط لها المينيمم، لان فعلا لو انت بتشوف عندك دايما الفلانج، لو عندك سيكشن تي سيكشن او اي سيكشن كده، الفلانجه بتشيل كومبريشن هنا والحديد تحت يشيل التنشن، وادي الواي سي تي بتاعتهم، فالمومنت بيتوزع على الفلانجه اللي فوق ويتوزع على الجزء التحتاني، بينما لو شير، شير هيقاومه اللي هو الويب ده، الويب اللي هنا في الاتجاه ده هو الشير اللي هيقاوم الويب ده، دول مش هيشتغلوا معايا في الويب في الشير حاجه، لكن يشتغلوا في الاثنين في البيننج مومنت بتاعك. فدي كماثيماتيكال يعني لا دي مظبوطه ما فيهاش مشكله، وهي معادلة سريعة جدا بتطلع منها قيمة التسريح اللي أنت عايزه فيه. ماشي، هي طريقة تقريبية ولكن بتدي لك النتائج بشكل كويس. نيجي لآخر حاجة فيها. نعم اتفضل. لما أنا قلبت المومنت في الحتة دي هاخد التسليح الاتنين مع بعض ولا الأكبر تسليح فيهم؟ لو أنت المومنت اللي موجود أنت بتحسب لو الاتنين مختلفين، لو دي مختلفة عن دي يبقى أنا بحط تسليح ده لوحده وده تسليح لوحده. لان الاس توتال هنا اكيد مختلف عن الاس توتال هنا كتوتال، انما ممكن وانا بحطهم الاقي ان الاثنين زي بعض، ففي الحاله دي اخد نفس الرينفورسمنت اللي هنا هو نفس الرينفورسمنت اللي هنا كعادي، يعني مثلا ايه احط هنا فاس 16 كل 200 مثلا،
وحط هنا فاي 16 كل 200. لو حسبت الفاي 16 كل 200 هنا هتلاقيها اقل من الفاي 16 كل 200 اللي هنا، لان الدايمنشن هنا اكبر. فاخد نفس السبيسنج ونفس الدايمتر على اساس ان عمليه التنفيذ نفسها، ما احطش ده واحد فاي 16 مثلا كل 150 واحط هنا فاي 16 كل 200، او احط هنا فاي 16 واحط هنا فاي 18. لا، باخد نفس الدايمتر ونفس الايه السبيسنج. هو يعني انا ممكن السؤال اللي هو لما انا لو حضرتك قلت لي ان انا بنقلب، يعني انا حسبت المساله بالمومنت وجبت التسليح بتاع تي واحد بتاع اس واحد بتاع اس تلاته، تمام؟ وبعدين بنحسب تاني بقى لما نفرض هنا تنشن وهنا كومبريشن اللي هو بنعكس بقى، فانا اكيد من هنا هيطلع لي قيمه ومن هنا قيمه. القيمه بتاعت فين؟ هنا قيمه للتي تلاته، هنا هتطلع من هنا تي تلاته، لما المومنت تمام. بيقلب بتطلع هنا قيمه تي واحد. تمام. تي واحد ليها تسليح هنا، تي واحد بتساوي كام؟ بتساوي الاي اس في الاف يد على جاما اس، دي تطلع لك الاي اس توتال اللي هنا. تمام. هطلع مثلا ايه توتال والدايمنشن هنا، مثلا لو خدتها يبقى الاي اس توتال هنا مثلا احط محتاج بالدايمنشن دي 15 سيخ، وعلى الناحيتين يبقى محتاج هنا 30 سيخ، بينما هنا الاي اس 2 لما جبتها طلعت لي مثلا محتاج 10 اسياخ هنا و10 اسياخ هنا، يبقى الايه هنا 20 سيخ وهنا محتاج 30 سيخ. ال 30 سيخ ده حطهم ايه؟ لو خدت 16 كل 200 مثلا هيديني مساحه اكبر من ال 30 سيخ اللي انا كنت محتاجهم، اوكي. ولو حطيت هنا 16 كل 200 هتديني ازيد من ال 20 سيخ اللي انا كنت محتاجهم، اوكي. انما ما اجيش اروح حاطط فاي 18 وحاطط هنا فاي 16، بتبقى صعب عمليه التنفيذ، انت بتخاف ان الراجل بس يغلط فيحط لك تسليح هنا يعكس، فبيبقى عندك مشكله فيه. فاحنا بنحاول نحط نفس الدايم، يبقى انا التسليح بتاع فاي 16 كل 200، يعني احط هنا 200 اجي احط هنا 200 احط سيخ تاني كل 200 200 وهكذا، فبتلاقي عدد الاسياخ اللي هنا اكبر من ده، لان التنشن هنا اكبر من التنشن اللي هنا. يعني انا اصلا بثبت اصلا المسافات يعني هنا وهنا. يعني انت كل ما انت بتثبت عشان عمليه التنفيذ، يعني نظر انت لو نظريا لو انت عايز تغير المسافات وتغير الدايمتر وتغير كل حاجه هنا مفيش مشكله، يعني لو حطيت هنا فاي 18 كل مثلا 150 وحطيت هنا فاي 16 كل 100 مثلا نظريا مفيش مشكله، بس انت بتحط نفسك في السايت ان الراجل ممكن هو ينفذ، بدل ما احط لك كده اسهل له انه يحط نفس الدايمتر بنفس السبيسنج اللي موجود، فيبقى في الحاله دي اسهل له، فبتغير انت نفسك ليه. انما في نظريا مفيش مشكله ان انا احط ده مختلف بالدايمتر والسبيس، بس لما تيجي في الشغل بقى في التنفيذ بتبقى عندك فيه مشكله، فعشان الراجل ما يتلخبطش بتروح حاطط له نفس الايه الدايمتر بنفس التسليح. الا بقى لو كانت حاجه غريبه، يعني مثلا تلاقي حته بتاع صغيره كده مثلا وده كبيره، او يعني شكل مختلف غصب عنك مضطر انك تعمل حاجه زي كده فبتبين. اوكي طيب، نيجي لاخر حاجه بقى اللي هي الديزاين بتاعت الشير. احنا اتكلمنا في الاول خالص، يمكن لو نرجع للاول اللي هي الرسمه الاولانيه لعيب ان احنا الحيطه بتاعتنا بنشتغل فيها كانها ايوه الرسمه دي، هي عباره عن كانتليفر. فانا عندي الكانتليفر ده عليه لاترال فورس اللي انا بحسبها، ارتفاع اللي هي الفورس عند كل دور لما تتوزع على الشير وول، يبقى عندي الشير وول ده هيشيل الفورس من الدور التاسع الدور الثامن الدور السابع الدور كذا كل الفورس دي، وبتعامل معاها كانتليفر. فممكن ارسم الشير فورس بتاعتها عند كل نقطه، من هنا هيبقى قيمه الفورس اللي موجوده دي اف مثلا 8، وبعدين الاتنين ثابته لغايه لما توصل لغايه هنا، وبعدين اف 7 اللي هي تحتيها يبقى تساوي اف 8 زائد اف 7، وبعدين اف 8 زائد اف 7 زائد اف 6 وهكذا لما توصل للاخر خالص اللي هي الرقم بتاعك اللي موجود. ده الشيل بتاعنا. الكريتيكال شيل طبعا لما يكون عندك الماكسيمم في النقطه اللي هنا في المنطقه بتاعت الزون اللي هو الايه البلاستيك زون اللي هتحصل معاك، او الكريتيكال زون اللي هنا اللي هي اتش على 6 او ال ال بتاعتك، ممكن الاتش على 6 تطلع دورين ممكن تطلع دور واحد، يعني بحسب الارتفاعات بتاعته والدايمنشن بتاعت الجول. انما اللي يهمنا هنا الكريتيكال زون بتاعتك اللي هي دي الكريتيكال زون بتاعتك اللي هي موجوده هنا، كويس؟ طيب هنيجي نشوف بقى الكود بيدي فيها هنا ازاي. الشير يبقى الشير بتاعنا بالشير بديزاين بتاع كانتليفر عادي، الكاميرا كانتليفر مفيش اي مشكله. طيب هصممها ازاي؟ بقول والله عندي، انت عندك الشير بيتقاوم بحاجتين، بيتقاوم بالخرسانه اللي هي الكيو سي بتاعت الخرسانه كيو سي التيمت، وزائد الكيو اس التيمت بتاعت الاستربس اللي انت بتحطها، يبقى عند مجموع الاتنين دول هيساووا الاتنين بيساوي الكيو الاستريس نتيجة اللي هي الشير فورس اللي موجودة هنا. الاستريس نتيجة الشير فورس اللي موجودة بتساوي كيو على البي في ال
اللي هو هنا بياخد ال كلها، ما بياخدش ال دي لان المسافه صغيره، وكان بين يعني مش هتفرق يعني، بنتكلم على 4 متر شيل من 5 سنتي مش هتفرق، بنتكلم على التي كلها بيبقى اسهل شويه. فيبقى عندي كيو على الشير فورس اللي موجود عندك على القطاع عند السكشن انت بتحسب عنده، على الدايمنشن بتاعت القطاع البي في ال، يبقى انا كده جبت الاستريس نتيجه الايه الاكسترنال فورس اللي موجود عندك. تتقاوم بيه بقى، بتقاوم 0.9 في الفا، ده الجزء بتاع الخرسانه، 0.9 في الفا في السي في جذر اف سي على جاما سي، الفا سي ده فاكتور هنتكلمها دلوقتي، زائد القيمه بتاعت الاستربس. القيمه بتاعت الاستربس هو حاططها هنا، هو يعني انت بتقول ان عندي الميو بتاعت الاستربس اللي انا بحطها بتساوي الاريا بتاعت الاستربس على البي في الاس، والاريا بتاعت الكيو بتاعت الاستربس لو انت شلت الرقم بتاعت الاريا بتاعت الكيو بتاعت الاستربس اللي هي بتساوي الاريا بتاعت الاستربس على البي في الاس، ده قيمه الميو او قيمه الاريا مضروبه في الاف في، يعني هنا هات بالعكس الاريا بتاعت الاستربس مضروبه في الاف فيلد على جاما اس يدي لك الفورس اللي بتشيلها الاستربس، نقسمها على البي في الاس يدي لك الايه الاستريس بتاعك اللي هي كيو اس اوفن. فهو جاي شايل بقى، بدل ما يحط لك كيو بدل ما يحط لك هنا الاي اس على البي في الاس، حطها لك ميو اس لوحدها وضرب في الاف فيلد على جاما اس. انما يعني هي نفسي هي نفس القيمه بتاعتك اللي هي كيو اس التيميت، يعني ده كيو سي التيميت وده كيو اس التيميت الرقم ده كله، ودي التفسيره بتاعت كيو اس التيميت اللي هي بتساوي ميو ستربس اللي بتساوي الاي ستربس على البي في الاس مضروب في الاف فيلد على جاما اس. جمع الاثنين دول على بعض يطلع لك الاي اس ستربس على البي في الاس في الاف فيلد على جاما اس. طيب دلوقتي يبقى انا عرفنا القانون، يبقى انا لو عندي ادي التسريح الافقي ده عشان احسب الحديد الافقي اللي هنا، يبقى ده بحسب منه الاريا بتاعت الاستربس اللي هي الحديد الافقي بتاعنا. السبيسنج هنا السبيسنج في الاتجاه الراسي بين الحديد الافقي، والبي عرض القطاع. يبقى انا المجهول الوحيد هنا في المعادله دي الفا سي، الفا سي قال لك ده عباره عن لو الاتش وول على ال وول اقل من بتساوي 1.5، يعني هنا يبقى عندك انت بتقل، احنا قلنا اقل من 2 ده هيبقى سمول، ويبقى عندك ده الكتكل بتاعه الشير بس مقاومته في الشير هنا عاليه فبيدي الرقم ده، او يعني هنا بيبقى عندك كريتيكال في الشيف فبيدي الرقم بتاعك باخده 0.25. يبقى هنا بوينت الالفا دي بتساوي 0.25. لو هو اكبر من 2 يبقى عندي ده فليكشر اليمنت، يبقى مقاومته للشيف بتقل شويه، يبقى الرقم بتاعك بتساوي 0.17. يبقى 0.9 في 0.17 ده تقريبا بتساوي 0.8، يعني قلنا 0.2 0.9 يطلع لك الرقم تقريبا 0.45 تقريبا، يعني حوالي 0.4 وشوية. هنا 0.25 في ده على 4 يبقى 4.5، يبقى الرقم ده يعني بيبقى يعني بضرب 0.25 في 0.9 في جذر اف سي على جاما سي، ده مقاومة الخرسانة اللي هي كيو سي التيميت. احنا مقاومة في الخرسانة العادية في الار سي العادية كنا بناخدها 0.16، هنا بياخد هو الرقم ده بيزوده شوية. هحسبها لو قلنا 0.9 في 0.25 يطلع لك رقم 0.225، ولو قلنا الرقم 0.9 في 0.17 يطلع لك الرقم 0.9 في 0.17 0.153، يعني اقل من 0.16. فهو بياخد الرقم تقريبا يعني بيبقى ايه بوينت من بتروح من 0.22 ل 5 لغايه 0.15 بحسب نوع اللي هي. يبقى ده قيمة الـ QC بتاعتك، وبعدين الـ Q بتاعت الـ Stirrups بتساوي ميو Stirrups افيد على جاما S بتساوي Q Ultimate على الـ V. هنا الحاجة الوحيدة اللي مجهولة هي عبارة عن الـ ميو Stirrups اللي هي بتساوي الـ S Stirrups على الـ B في الـ S. نوع الستيل اللي انت واخده بحسب نوع الـ Stirrups اللي موجودة كام، يبقى انت هطلع من المعادلة دي اقدر اطلع منها قيمة الايه؟ الـ Area بتاعت الـ Stirrups، يعني الشيل ده كله عوض يبقى ايه Stirrups على الـ B في S. مجهول هنا الـ Area بتاعت الـ Stirrups قد ايه؟ والمجهول الـ S فيها كام؟ فانا بس بفترض انا افترضت مثلا فاي 10، يبقى انا هستخدم فاي 10. فاي 10 لما تيجي تستخدمها هنا فاي 10 انا بتكلم على السيخين دول، دول اللي هيقاوموا الشير، يبقى عندي هنا فاي 10 ده هنا وهنا، يبقى 2 في الاريا بتاعت السيخ الواحد، والسبيسنج اللي هي المسافه بين السيخ والتاني، ادي السيخ اللي هنا والسيخ اللي ايه السيخ الافقي هنا والسيخ الافقي، ده الاس بتاعتك، والبي عرض القطاع بتاعك عرض الويب ده او العرض بتاع القطاع اللي هنا، يبقى ادي البي والسبيسنج اللي هي المسافه بين الاستربس وبعضيها،
والايه بتاعت الاستربس اللي هي المسافه اللي هي الاريا بتاعت الفاي في عدد الافرع اللي موجودين. انا عندي فرعين بس اللي موجودين، يبقى انا اللي هنا هحط الرقم بتاعنا اهوت، كل ده يبقى 2 في الاي فاي على البي في الاس. افترض فاي 10 مثلا هستخدمها، يبقى المجهول هنا في المعادله دي هو الوحيد هو عباره عن الاس، يبقى ده اطلع من هنا قيمه الاس بتساوي كام. طبعا الرقم هيطلع معاك تقلل عن الايه، اقل من او يساوي الرقم اللي هيطلع يعني. يبقى انا جبت الاستربس اللي موجوده في الاتجاه الرأسي بتاعك. هنا حته مهمه بس، ان هو بيقول لك تهمل مقاومه الخرسانه في القص عند حساب المقاومه القصوى للحوائط في المنطقه الحرجه. الجزء التحتاني خالص في الحيطه انا ممكن بهمل الحديث. يعني ايه بهمل الحديث؟ لو كانت في حاله مكان مقاومه الضغط المحوري ان التيمت على الاف سي على الاريا، ان على الاريا اقل من 0.05 في الاف سي في الاي سي، يعني قيمه نورمال ضعيفه جدا، فبالتالي بهمل الايه، بهمل الخرسانه في الحاله دي، اعتبر الخرسانه مش موجوده معاك، يبقى المعادله بتاعتك اللي موجوده دي تنتهي خالص، ويتبقى معاك بس الاريا بتاعت الاستربس هي اللي بتقاوم دي، يبقى دي هتتلغي معاك. يبقى انا بحط الرقم بتاعنا دي، اجيب من هنا قيمه الاستربس بناء على المعادله دي بس، اما الجزء ده هيتلغي معاك لو كانت النورمال فورس اقل من 0.05 الاف سي على جنس في الاي سي. لو اكبر يبقى خلاص اخده معايا في الاعتبار، ادخلها معايا في الاعتبار. دي الجزء الاولاني. الجزء الثاني، وانت بتحسب الشير في حاله الحوائط ذات المنطوليه، ذات المنطوليه بيكون الاتش على ال اكبر من 2، بيقول لك ان انا الاف يد اللي انت بتستخدمه هنا بتاعت الاسترس انا ممكن اسمح لك انك تزوده مره وربع الاف يلد. ليه؟ لان هو الاف الزلازل اللي موجوده ما بتحصلش في ايه، يعني مش على طول، مش موجوده بصفه دايمه، وبالتالي انا ممكن اسمح ان انا ازود الرقم بتاعنا في الحاله دي 25% بس، لانها مش ثابته اساسا، ما زودتش قيمه التسليح بشكل كبير، خاصه ان انا واخد فاكتور شيفت بالنسبه لنا عاليه، انا حاسب الزلازل على قيمه عاليه جدا، وفي الحاله دي ممكن اهمل ممكن اخد الايه الاف يلد بتاعتي 1.25 الاف يلد اللي موجوده معاك اللي بتاعت التسليح بتاعتي. دول النقطتين اللي هم المهمين في الكود اللي هو كاتبهم عليه. يبقى انا عندك بتحسبها لو في منطقه، في المنطقه اللي هي الكريتيكال زون اللي تحت، والاف سي النورمال فورس اقل من 0.05 في الاف سي وفي الاي سي، بهمل الخرسانه واشتغل على حديد بس. وفي نفس الوقت لو عندي في الاتش على ال اكبر من 2، ممكن انا احط اخد الحديد، ممكن اخد الحديد بتاعنا مره وربع الاف يلد بتاعت وانا بحسب الاستبس. يعني عاده الرقم الحقيقي احنا من الجنرال بتاعنا برضو يعني كاتبين ان احنا ما بنشتغلش مره وربع الحاجه، لما بتتزنق بتشتغل بيه، اما غير كده فبناخده دايما الاف يلد على جاما اس على طول، ما بناخدش اكتر من كده يعني، ما بنعوضش الارقام تاني. طيب ده كده هتجيب بقى الاستبس زي ما هو موجود اللي هي المعادله دي، فمش محتاجين الجزء ده. ده شكل التسليح بتاعك. لازم تاخد من هنا من اول ما يدخل هنا تاخد ال دي بالنسبه له، لو ده مش كافي تاخد برجل من هنا ورجل من هنا. نفس القصه هنا، لو ده مش كافي باخد برجل معايا يدخل معاك برجل من هنا وهكذا. ده كده اخر حاجه في هنا. هل في حاجه مش واضحه بالنسبه للشير او بالنسبه للنظام بتاع الشير وول او الكور؟ طيب خير، خلاص احنا كده خلصنا الجزء ده ان شاء الله، ونتقابل بقى ان شاء الله الترم الجاي وبالتوفيق باذن الله. لو في حد عنده اسئله او حاجه ممكن يبعتها لي نبقى نرد عليها، ونعمل ميتنج ثانيه نناقش فيها الاسئله بتاعتكم باذن الله. شكرا. ماشي شباب، معلش انا استاذنكم بس لو حد يبقى يبعت لي اللينك بتاع المحاضرتين اللي اتصوروا في المحاضرات في الجامعه، على اساس اجمع اللي هم اللينكات دي كلهم مع بعض، من الحاجات اللي صورناها على الزوم على المايكروسوفت تيمز دي ومع المحاضرة التانية. فلو حد يبعت بس اللينك بتاعهم، انا فاهم انهم على اليوتيوب يعني. يبعتوا حضرتك على الميل يعني ولا؟ شكرا لحضرتك. ابعتها لي على الواتس مفيش مشكلة، او ابعتها لي بالايميل او على الميل او على الواتس زي ما تحب يعني. ماشي. شكرا لحضرتك. العفو، مع الف سلامة.